الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله عندنا محاضرة عن الكورونري فيسلز، وهي محاضرة يعني مهمة، لأنه الكورونري هارت ديزيز هو المتسبب الأول cause of death، the most common cause of death، أهم أحد أسباب الرحيل عن دنيانا هذه هو الكورونري هارت ديزيز. ولكن عشان ما يبقاش الموضوع يعني شكله من الأول كده في حزن، فتعال ناخد الوجه الآخر للقلب، وهو أنه الحب يتسلل إلى العقل ليفضحه القلب، أو الحب عاطفة عقلية تقاس بنبضات قلبية. يعني القلب مش بس هو مصدر رحيل عن دنيانا هذه، ولكن القلب طبعا مرتبط بالحب، وده شيء جميل. فنتوكل على الله ونبتدئ. الكورونري فيسلز، فنبتدي بالكورونري سيركوليشن، وهو من احد زي ما قلنا اهم السيركوليشن، تو ارترز لكن مهمين جدا. فالاناتوميكال، نبتدي بالاناتوميكال كونسيدريشن، وده انا عاوز تهتموا فيها فقط من منظور المالتيبل تشويس كويشنز. ويعني كعادتنا بننتقل بنتكلم ارتيريال وكابيلر وفينس، ثلاث نقط في الاناتوميكال كونسيدريشن بتاع اي سيركوليشن. الارتيريال، وي اول نو ان احنا عندنا تو كوروناري ارتريز، والتو كوروناري ارتريز دول طالعين من الساينس، arise from the sinuses behind the cusps of the aortic valve، تحت الكاسبس بتاع الاورتيك فالف، at the root of the aorta. يعني بقولها باسلوب اخر، انه اول برانشز بتطلع من الاورطة هو الكورونريز، بتغذي القلب، اللي هو بيصدق فيها المثل طباخ السم لازم يدوق. يعني الهارت اللي بيغذي كل الأنسجة بالدم هو أول واحد بياخد نصيبه، لأن أول تو برانشز بيطلعوا من الروت اوف ذا أورتا هما التو كورونري ارتس، من الساينس بيهايند الكاسبس بتوع الأورتيك فالف. طيب احنا عندنا هنا مشكلة، إنه ايه اللي يمنع الكاسس انها تقفل الكورونري ارتريز؟ حاجه اسمها ايدي كارنتس. ايدي كارنتس ده انه الدم فيه، معنى كلمه ايدي يعني دوامات وانعكاسات للدم، دي بتكيب الفالز اواي فروم ذا كورونري ارتريز. فما تقلقش، بسبب الايدي كارنتس اللي هي الدوامات والانعكاسات اللي بتحصل في التيار الدم ده، بيمنع انغلاق الكورونري ارتريز من قبل ال كاسبس. نيجي ناخد ان الليفت كوروناري ارتري، وهو الاهم لانه بيغذي الليفت فنتريكل، والليفت فنتريكل ده عندنا هو الاهم، ولكن غريبه ان هو بيغذي الاتي. تعال اوريك بيغذي ايه بالظبط. تعال نشوف الدياجرام ده، فنلاقيه بيغذي الاتي، بيغذي ال anterior والليفت lateral portion of the left ventricle. يعني left coronary artery بيغذي ال anterior والليفت lateral portion of the left ventricle، وبيغذي ال anterior two thirds of the interventricular septum عن طريق حتى branch اسمه ال anterior interventricular artery. طيب بينما ال right coronary artery فده supplies most of the right ventricle، معظم الرايت فنتكل، وبياخد كمان ال posterior wall of the left ventricle و one third the posterior one third of the interventricular septum. وده في موجود التقسيمة دي في 80-90% من الناس هما بالمنظر ده. وبرغم ان يبدو ان الرايت كورونري ارتري هو اللي بيغذي مناطق اكتر، لانه بيغذي كل الرايت فنتكل والبوستيرور وول بتاع الليفت فنتكل و 1 ثيرد البوستيرور 1 ثيرد اوف ذا انتر فنتريكولار سيبتوم، ولكن يبقى الارتري الاهم هو الليفت كورونري ارتري، لانه هو اللي بيغذي ال
left ventricle. واحنا عارفين ان left ventricle ده 3 times as thick as الرايت فنتكل اللي مسؤول عن ضخ الدم في الميجور سيركوليشن اللي هي بنسميها سيستميك سيركوليشن. وطبعا من اهم البرانشز اوف ذا ليفت فنتكل حاجه اسمها اللاد اللي هو الليفت انتيرور ديسندنج برانش، وده اللي بيسموه الويدو ميكر، لان ده لو حصل فيه كومبليت اوكلوجن اولموست اولوز الشخص بيتوفاه الله اللاد، فبيسموه صانع الارامل اللي هو اللاد left ascend left anterior descending branch بتاع left coronary. طيب نستأنف الدراسة بتاعتنا ونقول هل يوجد anastomosis ما بين coronary arteries؟ طبعا anastomosis هتبقى حاجة لطيفة لو انغلق واحد هيتعوض بالآخر. تعال نشوف ايه الوضع هنا. في anastomosis occur between the cardiac and extracardiac arterioles، بس ده بيبقى موجود فين؟ حوالين الروتس بتاعت البيج فينز ما بين الارتريولز بتاعت الكارديك والاكسترا كارديك، وستيل في انستموزس ما بين الكارديك ارتريولز وبعض. بس خد بالك بقى الانستموزس دي ما تسعفناش في حاله السادن اكلوجن، بتسعفنا فقط في حاله الجراديوال اكلوجن. ليه؟ تعال نتفرج. الانستموزس بتوين الكارديك ارتريولز بادي انديبت بيعدوا only small particles يعني صغيرة خالص، عادي كمية قليلة من الدم، لكن لو اتقفل vessel بينلارش، وبيش بس كده وبيزيدوا in number in coronary artery disease. عندي two situations لانغلاق coronary vessels، وأهم حاجة بتغلق coronary vessels طبعا عارفين هو الاثيروسكليروزيس، تصلب الشرايين، ده السبب الاساسي المين ريزون بتاع الكروناري ارت ديزيز او الاسكيميك هارت ديزيز. تفرق بقى لو حصل صادن اكلوجن انغلاق مفاجئ في وان اوف ذا لارج كروناري ارتريز، السمول انستموزيس بتبتدي تفتح ان سكندز، بس خد بالك لسوء الحظ لا تغذي الا اقل من نصف الاحتياج بتاع القلب. One half the flow needed to keep the cardiac muscle cells alive. الحتة اللي بيغذيها الفيسل ده الانستموزيس بيغذي نص الكمية اللي كافية لهذه المنطقة عشان خاطر السيلز دي ما تموتش. وبتبتدي الانستموزيس دي تنلارج بعد 8 ساعات ل 24 ساعة، وعليه هيحصل اسكيميا ومايوكارديال انفاركشن. يبقى في السادن اكلوجن بالبلدي كده الانستموزيس بتفتح لكن لن تسعفنا. ليه؟ لانها المنطقه اللي اتحرمت من الدم وحصلها اسكيميا يعني نقص الدم، لا تكفي الا لنص اقل من نص الفلو اللازم لبقاء الكارديك ماسل سيلز الايف. هتنلارج بعد 8 ل 24 ساعه بس خلاص تبقى حصل اسكيميا ومايوكارد انفاكشن. هاويفر نكمل القصه، بعد يومين لثلاثة هتبقى الدبل الانستموز دي بس فات المعاد، والنورمال فلو هيحصل in a month بعد شهر. بينما تعال نتفرج على الحاجة الأروع بقى وهي الجراديوال اوكلوجن، لو حصل انغلاق متدرج وهو الأغلب، وهو الأغلب في معظم الناس بتقدم العمر over years. هنا فتح الانستموز عندهم وقت، ده مش هيؤدي الى اكيوت ابيسود اوف كاردياك ديسفانكشن، يعني مش هتتاثر وظيفه القلب. ليه؟ لان الانغلاق متدرج، فتح الانستموز متدرج لكن متمشي مع الانغلاق المتدرج. انما هتبدا المشكله امتى بقى؟ لما كل الكولاترالز كلها تقفل خلاص. ده ايفن الكولاترالز ذيم سيلفز هيحصل لهم اثيروسكليروزيس. طب خلاص يبقى لما نطعن في العمر في الناس اللي هم يعني لا قدر الله واحد عاش عمر طويل ما جالوش اي مرض، عاوزين نعرف ايه النهايه بتاعته؟ انها هتبقى نهايه قلبيه، انه هيحصل انغلاق متدرج في الشرايين في الاوعيه بتاعت الشرايين التاجيه، هيعوضها الانستموزيس لحد ما نخلص الانستموزيس، والانستموزيس نفسها هيحصل فيها اثيروسكليروزيس. ففي الحالة دي الهارت مش هياخد كمية كافية من الدم، وبالتالي هيحصل هارت فيلير، وده الموست كومون كوز اوف هارت فيلير في
في الأولد إيج، يعني الناس اللي هي قدر لها الخالق إن ما يجيلهاش أمراض الحمد لله وطعنوا في السن إيفنشوالي هيتوفاهم الله من هارت فيلير. ليه بقى؟ لأنه الأنستموزيس فتحت، خلصنا الأنستموزيس وإيف الأنستموزيس نفسها حصل فيه أثروسكليروز. يبقى نلخصها، لو صادن إكلوجن الأنستموزيس مش تنقذنا، هيحصل نقص في الدم إسكيميا ومايكارد إنفاكشن، الأنستموزيس لن تنقذنا. إنما لو بتنقذنا وثان جاد لرحمة ربنا في الانغلاق المتدرج، إنها ما بيحصلش أكيوت كاردياك إبسود، إنما تقعد تفتح لتعويض الانغلاق، تفتح تعويض الانغلاق لحد ما يفتحوا كله، وإيفن هم نفسهم يحصل لهم أثيروسكليروز. ففي العمر المتقدم ما بقاش في دم كافي لعضلة القلب ويحصل أكيوت أو يحصل هارت فيلير، وده ذا موست كومن كوز أوف هارت فيلير باي إيجينج، للناس اللي هي معدت من كل الأمراض إيفنشولي هيحصل لها هارت فيلير. طيب نيجي للكابيلاري بقى. في الكابيلاريز لا يوجد نقطة في الام اس كيو مهمة، لا يوجد ظاهرة الفازوموشن في الهارت. واحد يسألني ايه هو الفازوموشن؟ ان احنا قلنا ان في اي وقت في اي حتة في الجسم بنفتح عدد محدود جدا من الكابيلاريز والمعظم منغلق، وبعدين ده يقفل وحاجة تاني تفتح، ده يقفل وحاجة تاني تفتح، دي يسموها ظاهرة الفازوموشن، شوية قافلين وشوية فاتحين، وشوية اللي كان قافل يفتح واللي فاتح يقفل، فبيسموها ظاهرة. بص ده بتتحرك اهو، فازو الفيسل فازو موشن. هذه الظاهرة مش موجودة في القلب، وفكر ليه؟ لأن عضلة القلب هي العضلة الوحيدة اللي بتنقبض من المهد إلى اللحد، على طول في حالة انقباض، ما ينفعش نقفل كابيلاريز ليها، فكل الكابيلاريز فاتحة، لا يوجد ظاهرات الفازو موشن. سؤال مسكيبو هام. نيجي للفينس درينج. انا متوقع قبل ما اتكلم ان الفينس درينج ده بتاع كل الجسم بيروح فين؟ طالب قال لي في الرايت اتريوم، وكذا بذكائك تتوقع ان الفينس درينج على الهارت هو كمان معظمه بيروح في الرايت اتريوم. فناخدهم معظم الفينس بلاد اللي جاي من ليفت فينتريكل بيروح الرايت اتريوم عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الكورونري ساينس، يعني الليفت فنتريكل عن طريق الكورونري ساينس، وده يمثل 75% من الكورونري بلاد فلو، لان احنا قلنا ان الليفت فنتريكل هو الاهم. ونفس الكلام معظم الفينس بلاد بتاع الرايت فنتريكل يروح للرايت اتريوم بس عن طريق السمول انتيرو كاردياك فينز. يبقى الليفت فنتريكل عن طريق الكورونري ساينس، وده معظم الدم 75% من الكورونري فينس فلو، اما الرايت فنتريكل عن طريق السمول انتيرو كاردياك فينز. طب واحد يسالني الكورونري بلاد فلو ديورينج ريست قد ايه؟ قلبك حوالي 300 جرام، كنا قلناها في اول محاضره في السيركيليشن، وحتى قلنا الحجم بتاعه قد الهاند فيست قد قبضه الايد، يعني كل واحد يقفل ايده كده يعرف حجم قلبه. كل 100 جرام بياخده ديورينج ريست واحنا قاعدين كده، افتح ودانك، رقم مهم جدا في الام اس كيو، 80 مللتر 80 سنتي لكل 100 جرام ديورينج ريست. طب لو القلب في المتوسط 300 يبقى نضرب 80 في 3 تطلع حوالي كده عشان يبقى رقم اسهل، هو المفروض 240 250 مللتر للقلب ديورينج ريست، وهذا يمثل رقم مهم في الام اس كيو 5% من الكاردياك اوت ده ديورينج ريست. الاعجب والاهم اللي هو الاكسجين اكستراكشن. تفتكر ديورينج ريست الهيموجلوبين بيوصل للهارت محمل بالاكسجين في صوره اكسيهيموجلوبين. الانسجه العاديه ديورينج ريست بتاخد، فاكر في الريسبريشن، ربع الكميه 25%، انما الاكستراكشن بتاع القلب بيبقى 70-80%، 70-80% من الاكسجين ديورينج ريست بتاخده من الهيموجلوبين. طب لو الهارت اشتغل اكتر واحتاج اكتر، خلاص مفيش فينس اكسجين ريزيرف، لانه اوريدي ديورينج ريست حضرتك بتاخد 70-80%. يبقى ده اونلي واي ان الهارت يزود الاكتيفيتي ويزود الاكسجين كونسامشن ان احنا نزود الكورونري بلاد فلو، بيكوز ذير از نو فينس اكسجين ريزيرف. انه ديورينج ريست الهارت بيستهلك، ده من اهم الاعداد في الام اس كيو، 70-80%. يبقى ما تنساش الارقام دي مهمه، كل 100 جرام بياخده، نشوف مين فاكر، 80 مللتر per minute during rest،
طب الهول هارت 300 جرام ياخد 240 او 250 ملي لترز بير مينيت، وده يمثل 5% من الكاردك اوتبوت. الاهم بياخده قد ايه من الاوكشن؟ 70 to 80%. بمعنى هذا there is no venous oxygen reserve. The only way to increase cardiac activity, to increase oxygen consumption by the heart, is to increase coronary blood flow. ننتقل بقى إلى regulation of coronary blood flow. ده موضوع مهم جدا. Regulation of coronary blood flow. أنا عاوز أعلمكم حاجة لطيفة. اني شرحت يا اولاد السيركوليشن كلها. السيركوليشن عباره عن بايبس فيها فلو، فمعادله واحده شرحت بها معظم السيركوليشن، وهي ان الفلو في اي تيوب، وده كلام احنا عارفينه مش محتاج ندخل كليه الطب، فمش في ثانوي حتى في اعدادي. الفلو في اي تيوب بيعتمد على شيئين: فرق الضغط بين جانبي التيوب P1 minus P2 اللي هو دلتا بي، بريشر جريدينت، ويتناسب طرديا مع هذا البريشر جريدينت. كل ما البريشر جريدينت بين طرفي التيوب زاد، الكوروناري بلاد فلو او الفلو هيزيد. لكن بالعكس، كل ما الريزيستنس بتاعت التيوب زادت، الفلو هيقل. فتصور المعادله البسيطه دي شرحنا بيها معظم السيركوليشن، لان ما السيركوليشن الا فلو في بايبس. الفلو في اي بايب بيعتمد على عاملين: directly proportional to pressure gradient اللي هو دلتا بي، وinversely proportional to resistance. فأنا علمتكم لما يجي لك أي سؤال ما تاخدش قرنك ما قريتوش ومش هتعرف تجاوب. فكر، انقل الموضوع من التخصيص إلى التعميم. هو السؤال بيقول لك coronary blood flow، انسى coronary blood وخليها flow. أي flow، واي حاجه هتكتبها تاخد عليها نمره. الفلو دايركتلي بروبورشن في اي حته في الدنيا للبريشر جريدينت اللي هو دلتا بي، وانفرسلي بروبورشن تو ذا ريزيستنس. بس انت كده حطيت العناوين الاساسيه وهتاخد نمره. يبقى 100% كورونا بلاد فلو ديبندز على الكورونري بيرفيوزنج بريشر او البريشر جريدينت، وتاني حاجه هيعتمد على الكورونري فاسكولار ريزيستنس. ادي بس العاملين اللي هيأثروا في الفلو. اظن طريقه لطيفه وبإذن الله شيقة في العرض. طيب هنيجي نقول هو البريشر جريديان بين إيه وإيه. هنا بقى النقطة المهمة جدا. بصوا معايا، أنا عامل لكم دياجرام زي ما بقول هي حصاد السنين عشان خاطر تتعلم منها كويس. إن إحنا الدم بيجي من الكرونري من الأورطة ويروح يغذي الفنتكلز. يبقى البريشر جريدينت اللي هو P1 minus P2 هو فرق الضغط في الأورطة، ده P1، عنه الفنتريكولار بريشر، ده P2. يبقى كمية الدم اللي هتندفع في الكروناري من الأورطة للفنتكلز بتعتمد على فرق الضغط في الأورطة عنه في الفنتكل. بس يلاحظ هنا عندنا two ventricles، الليفت فنتكل الضغط فيه بيختلف عن الرايت فنتكل. يبقى الافكتيف بيرفيوزنج بريشر في حاله الكورونري، افتح ودنك، هو الاورتيك بريشر ماينس، افتح ودنك، فينتريكولار بريشر، فينتريكولار بريشر نوت فينس بريشر زي بقيه الاورجانز. يبقى هنا اورتيك ماينس فينتريكولار. فنيجي في حاله الليفت فينتريكل، الليفت فينتريكل احنا الاورتيك بريشر عارفينه حافظينه صم، ان هو 120 في السيستول و80 في الدياستول. رقم كلنا حافظينه 120 على 80. نيجي بقى الرقم اللي اتصور ان بعضكم نسيه، الليفت فنتكل بريشر فيه بيبقى كام؟ بيصل في السيستول 121، على في الداستول بيبقى زيرو. الاول عاوز اتامل في الرقمين واذكرك باللي قلته في المحاضرات السابقه. واحد يقول لي طب انت ليه ما قربتش البريشر في الليفت فنتكل وقلت ان هو 120؟ ما ينفعش. بص معايا، هو الدم اللي بيندفع في الاورطة جاي من الليفت فنتكل بيدخل الاورطة. مين اللي بيبمب البلاد في الاورطة؟ الليفت فنتكل. يبقى عشان الدم ينتقل من الليفت فنتكل الى الاورطة لازم يبقى الناحية دي اعلى من الناحية دي، هنا اعلى شوية، لان الدم بينتقل من البريشر الاعلى للبريشر الاقل.
فالدم جاي من الليفت فينتكل للاورطة، يبقى لازم البريشر في الليفت فينتكل يبقى اعلى قليلا من الاورطة، عشان كده انا قلت البريشر 121. شوف الدقة. طيب during diastole قلنا الفينتكل في الدياستول بيملى من الاتريا، طب البريشر في الاتريا قليل جدا، عشان يملى من الاتريا لازم البريشر في الفينتكل يبقى زيرو، عشان البريشر في الاتريا مينيمال، الدم هينتقل من الاتريا الى الفينتكل، يبقى البريشر في الفينتكل during diastole مش 80، دي غلطة مشهورة في الام اس كيو، زيرو زيرو. اما قلتش البريشر في both فينتكل في الدياستول عشان يملوا من الاتريا زيرو، هتاخد زيرو. طيب يبقى نرجع في حالة ال left ventricle، يبقى في حالة ال left ventricle قلنا البريشر في الأورطة 120 على 80، في ال left ventricle 121 على زيرو. يبقى الكورونري بلاد فلو ديورينج سيستول وضعها ايه؟ هنا البريشر 120 وهنا 121، ده العكس، ده انا عندي سالب واحد. يبقى ال left ventricle وهو الأهم، واحد من أهم المعلومات، لا يتلقى دم في السيستول، فرصة ان الليفت فينتكل ياخد دم فقط في الدياستول، لان البريشر هنا في الدياستول 80 وفي الليفت فينتكل 0، يبقى البريشر هنا اعلى من هنا ب 80، يبقى البريشر جريدينت اللي هيعمل كروني بلاد فلو للليفت فينتكل 80 فقط ديورينج دياستول. دي يمكن اهم معلومة في الكروناري سيركوليشن، ان الليفت فينتكل هو الاهم، بياخد الدم بتاعه اساسا مينلي في الدياستول، لان مفيش بريشر جريديان ما بين الاورطه والليفت فينتريكول بريشر الا في الدياستول، هنا 80 وهنا 0، حتى انا اعملها لك بالالوان بتساعدك، الاحمر مع الاحمر، انما ديورينج سيستول مفيش بريشر جريديان، فالدم بيبقى اساسا في الدياستول. واظن بذكرك دي كان احد الأهميات الثلاثة للدياستول، يعني هو ليه ربنا عمل دياستول؟ واحد عشان الفنتكل يرتاح، تو ريلاكس، تو جيت ريست. تاني حاجة الفيلينج من الاتريال فنتكل بيحدث في الدياستول. تالت أهمية الكرونري بلاد فلو، الكرونري بلاد فلو خاصة بتاع الليفت فنتكل بيحدث ديورينج دياستول. وأذكرك بحاجة تانية لطيفة في الام اس كيو، ذيس از واي ربنا خلى الداستول اطول من السيستول. الداستول لو خدتها في كاردياك سايكل، لو فرضت الكاردياك سايكل 0.8 سكند، السيستول 0.3، انما الداستول 0.5، 0.3 و0.5. يبقى الداستول في حاله الليفت فينتكل هو اللي بيحصل فيه الفنتريكولار فيلينج. اوعى تنسى القصه دي، دي اهم نقطه يمكن النهارده هنقولها. تعالى بقى نفس الكلام نقوله على الرايت فنتكل، بريشر الرايت كوروناري طالع من الاورطه ورايح للرايت فنتكل. الرايت فنتكل ده بيدق الدم في البلمونري سيركوليشن، بريشر فيها مش عالي، فبيبقى الرايت فنتكل بريشر ديورينج سيستول 25 مليمترز ميركوري، وديورينج داستول برضه عشان يملى من الاتريا زيرو. اوعى تنسى البريشر في الفنتريكل بوث فنتكلز في الداستول مش 80 زي الاورطه، زيرو الا هتاخد زيرو. تمام؟ طيب يبقى هنا في حاله الرايت فنتكل هيحصل الفلو هنا في السيستول 120 ضغط في الاورطه وهنا 25، يبقى في ديفرنس مقداره 95، وفي الداستول هنا 80 وهنا 0، يبقى في ديفرنس مقداره 80. يبقى حكايه ان انهي فنتكل بياخد البلاد اساسا في الداستول تنطبق اكثر على الليفت فنتكل وهو الاهم. الكورونري بلاد فلو تو ذا ليفت فنتكل اوكيرز مينلي ديورينج داستول، انها في حاله الرايت فنتكل في السيستول الفرق 95 وفي الداستول الفرق 80. طيب نقطه ثانيه مهمه جدا في الام اس كيو، مين اكتر حته في الوول بيبقى عليها بريشر وبالتالي صعب تاخد دم؟ السب اندوكارديا اللي هي تحت الاندوكارديا، عليها البلاد جوه عامل عليها بريشر جامد، فدي اقل حته بتاخد بلاد سبلاي، عشان كده نقطه في الام اس كيو مهمه جدا. معظم حالات المايكارديال انفاركشن في الدنيا بتحصل في اي حته؟ في السب اندوكارديال ريجون، اهي انا رسمها لك لسببين، انها مور كومبريست، الفيسلز بتاعتها مضغوطه بالبريشر بتاع الفنتكل، and it needs more oxygen، يعني عاوزه اكتر اكشن، واللي بيجي لها اقل بسبب الكومبريشن اوف فيسلز.
تبقى عارف هذا الكلام. يبقى ده اول نقطه في الفاكتورز افكتنج كرون بلاد فلو، وهي البريشر جريدينت ما بين الاورطة والفنتكل. في حاله الليفت فنتكل قلنا الاورطة ثابت 120 على 80، الليفت فنتكل البريشر 121 في السيستول وزيرو في الدياستول، يبقى ما فيش بريشر جريدينت في السيستول، انما في 80 بريشر جريدينت في الدياستول، يبقى معظم الفلو هيحدث في الليفت فنتكل في حاله الدياستول. انما في الرايت فنتكل 120 على 80 ده الاورطة، طب الرايت فنتكل 25 على 0، يبقى في ديفرنس في السيستول مقداره 95 وفي ديفرنس في الدياستول مقداره 80. يبقى حتى حسب الارقام تتصور انه هياخد اكتر في السيستول منه في الدياستول، ولكن للاذكياء فقط. الكلام ده مش صحيح 100%. ليه بقى؟ لان احنا في النهايه مين اللي هيغذي الماسلز؟ الكابيلري. البريشر في الكابيلريز بيبقى افريج 25 35 في في في, في عند الارتيريال اند و15 عند الفينس اند، فالافريج 25. تخيل البريشر في السيستول في الرايت فنتكل 25 معادل للكابيلري بريشر، فبرضه فرصه ان الكابيلري تاخد بلاد فلو لما يبقى الفنتريكولار بريشر زيرو، لانه الكابيلري بريشر 25، لما يبقى البريشر في الفنتكل 25 و25 في الكابيلري بيبقى قد بعض، انما مضغوطه الكابيلريز، انما لما يبقى زيرو فرصتها اكتر. فحكايه ان الهارت بياخد اكتر ديورينج داستول لاوائل الاوائل ينطبق بالاكثر على الليفت فنتكل. لكن طالب فاهم قوي قوي قوي، في فلو في السيستول، بس الفلو ده فين؟ في الارتري. لكن هل في دم بيروح اكشوالي في السيستول؟ لا، لان السبلاي بيحصل من الكابيلريز، والفنتريكو بريشر هنا 25 والكابيلري بريشر 25، فبيبقى الفلو قليل قوي في السيستول، موصلي في الدياستول حتى في الرايت فنتكل. وبعدين ده اسئله كتيره بيجي لك ان الحكايه دي عكس كل الاورجنز في الجسم. يبقى بص لي من فضلك، كل الاورجنز في الجسم بتاخد بلاد اكتر في السيستول عنه في الدياستول، لان السيستوليك بريشر اعلى من الدياستوليك. دي جمله مهمه جدا في الام اس كيو، ان اكسبت الهارت، الهارت بالعكس بياخد في الدياستول اكتر من السيستول عكس كل الاورجنز، سبيشالي انهي فنتريكل. هذا الكلام ينطبق اساسا على مين؟ على الليفت فنتكلز. ده اللي هو البريشر جريدينت، وانت تقدر تراجعها مره اخرى. نكمل. الكاردياك ماسل زي ما قلنا ولاد كاي ماسل بتكمبرس اتس بلاد سبلاي ديورينج كونتراكشن، عشان كده حتى بالعقل من غير ارقام انه اي ماسل حتى مش الكاردياك ماسل، ادي الفيسل بتاعها وهي كونتراكتد، الفيسلز ار كومبرست، يبقى فرصتها تاخد الدم ديورينج ريلاكسيشن من غير اي ارقام، انه الماسلز ما بتاخدش البلاد بتاعها في الكونتراكشن وهي كونتراكتد بتكمبرس بتاخد ديورينج ريلاكسيشن. طب معظم الماسل ساعه الجسم في حاله ريلاكسيشن فبتاخد الدم على طول، انما الهارت لا، الكونتراكت ريلاكس، الكونتراكت ريلاكس، الكونتراكت ريلاكس، عضله تتوقف عن الانقباض من المهدي الى اللحم. ما تاخدش في السيستول وتاخد في الدياستول، ما تاخدش في السيستول وتاخد في الدياستول. وقلنا سؤال ام اس كيو ان اكتر حته بتتاثر اللي هي قريبه من الـ من 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 بالفنتكل عليها بريشر، فالبريشر بيقلل بلاد سبلاي فيها اللي هو السب اندو كارديال بورشن. اهي السب اندو كارديال بورشن هي اكتر حته. طيب هاجي بقى اخد لك خمس تطبيقات مهمه جدا في الام اس كيو. اول واحده لسه قايلينها، مين اكتر حته بيحصل فيها مايوكارديال انفاركشن؟ السب اندوكارديال بورشن، لسببين، لانها مور برون تو اسكيميا بسبب ان في مور بريشر ديورينج سيستول عليها، والسبب الثاني ان عندها هاير اوكسجين ديماندز، محتاج اوكسجين كتير وعليها بريشر بيقلل بلاد سبلاي. دي من اهم المعلومات في الام اس كيو، معظم الانفاركشن في الدنيا بتحصل في السب اندوكارديال بورشن. نيجي حضرتك بقى تتعاون معايا، احنا قلنا الهارت especially الليفت فنتكل هو الاهم بيتلقى معظم الدم mainly during diastole، يبقى لو حصل shortening of diastolic period او lowering of diastolic pressure، شوف الكلمة المهمة هنا diastole، في الحالتين هيقل coronary blood
فلو. طب امتى فتره الداستول اللي قلنا ربنا اوريدي عاملها اطول من السيستول في الـ في الـ في الكاردياك سايكل بتبقى اطول؟ امتى الداستوليك بيريود تقصر؟ فكر معايا، لو الهارت ريت زاد السيستول والداستول بيقصروا الاثنين والداستول اكتر. طب احنا الفلو بيحدث في الداستول، لما الداستول يقصر يبقى الكورونا بلاد فلو يقل. عشان كده الناس اللي عندها ذبحه اي حاجه تزود الهارت ريت، اكسرسايز، ايموشنز، هتقلل السبلاي تجيب له البين. اديك فهمت ليه اي تاكي كارديا هتؤدي الى الموضوع ده، والتاكي كارديا دي بتحصل بالاكسرسايز وبالايموشنز زي ما هنقول بعد شويه. يبقى ادي اول معلومه في الاربعه، نقص الدايستوليك بيريود زي التاكي كارديا. طب نقص الدايستوليك بريشر، قول لي مرضي نقص دايستوليك بريشر. انا اقول لك الاورتيك ريجيرجيتيشن، ارتجاع في صمام الاورطه، لانه في اثناء الدايستول في ارتجاع فالدم بيرجع تاني للفنتكل فالبريشر في الاورطه يقل، يبقى ده بينقص الدايستوليك بريشر في الاورتيك ريجيرجيتيشن. وفي مرض تاني اللي هو البيتان داكتس ارتريوزس، الدم بيجري في من الاورطه في الداكت فالدايستوليك بريشر يقل. يبقى مين الكلمه المهمه؟ الدايستول. لو نقص الدايستوليك بيريود زي في التاكيكارديا، او نقص الدايستوليك بريشر زي في الاورتيك ريجيرجيتيشن او البيتان داكتس ارتريوزس. طيب لسه في حاجتين تانيين ينقصوا الكاردياك الكوروناري فلو. احنا قلنا الكوروناري فلو بيعتمد على فرق الضغط في الاورطة عنه في الفنتريكل، ده البريشر جيدين. يبقى لو زاد الفنتريكولار بريشر، اي حاجة تزود الفنتريكولار بريشر، احنا الكمية بتعتمد على فرق الضغط في الاورطة عنه في الفنتريكل، الفرق بين الاورتيك بريشر والفنتريكول بريشر. يبقى اي زياده في الفنتريكول بريشر تقلل فلو. وهنقول مثالين لده، انه اول حاله العيان اللي عنده اورتيك ستينوزيس، ضيق في صمام الاورطه، يعني سواء الاورطه سواء ريجريشن او ستينوزيس، العيانين دول مور برون هم يحصل لهم انجينا. ليه؟ لانه تخيل صمام الاورطه ضيق، يبقى لازم الفنتريكل عشان يضخ الدم ينقبض جامد قوي، يبقى البريشر يزيد جدا في الفنتريكل. يبقى لما يزيد البريشر في الفنتريكل يبقى يقرب من البريشر في الاورطه يقلل الكرون بلاد فلو في الاورتيك ستينوس. او في العيانين اللي عندهم هارت فيلير، لان اللي عنده هارت فيلير بيحصل ايه بقى؟ الهارت ما بيستقبلش الدم فالفينس بريشر بيزيد. خلاص؟ وعليه يزيد الفنتريكولار بريشر فيقل الكورونري بلاد فلو. يبقى تاني ده كلام مهم جدا في كلينيكا، مين العيانين اللي مور برون اكثر عرضه ان يقل عندهم الكورونري بلاد فلو وعليه يجي لهم في الاول ذبحه وفي النهايه بيجي لهم انفاكشن. خدنا اربع احوال، مين يفتكر ربطتهم لكم؟ اتنين واتنين، اتنين متعلقين بالدايستول، زيادة الدايستوليك نقص الدايستوليك بيريود زي ال تاكيكارديا، نقص الدايستوليك بريشر لو هرب الدم في الدايستول رجع تاني الاورطة اورتيك ريجيرج او راح للبلمونري بالبيتان داكتس ارتيوزس. طب وحالتين تانيين ينقصوا الكورونري بلاد فلو متعلقين بالفنتريكولار بريشر، لان كميه الدم بتعتمد على فرق الضغط في الاورطه عنه في الفنتريك، لو زاد الفنتريكولار بريشر الفلو يقل. متى يزيد الفنتريكولار بريشر؟ قلنا في العيان اللي عنده اورتيك ستينوزيس والعيان اللي عنده هارت فيلر. طب والمعلومه الخامسه، ادينا عدينهم اهو، اثنين في الدايستول واثنين في الفنتريكولار بريشر. المعلومه الخامسه، الانفاركشن لو حصل اكتر حته بيحصل فيها فين؟ صب اندوكارديال ريجن، انه عليه مور بريشر والديماندز بتاعته الاوكشن اكتر. ده كان اول حاجه اللي هو البريشر جريدينت كورونري بيرفيوزنج بريشر. يبقى قلنا تاني ان الريجوليشن اوف كورونري بلاد فلو ديبندز على الكورونري بيرفيوزنج بريشر او البريشر جريدينت، وتاني حاجه على الكورونري فاسكولار ريزيستنس. تمام؟ coronary vascular resistance. تعال نشوف بقى ال coronary circulation. as most of circulations ال coronary circulation shows considerable auto regulation.
ودي درسناه في محاضرة. الأوتروجريشن ده بيعتمد على الميجينيك ثيري والميتابوليك ثيري. هنا يهمني أكتر الميتابوليك ثيري، إن لما الهارت بيشتغل عاوز دم أكتر. طب ما هو لما بيشتغل أكتر بيطلع ميتابولايتس أكتر. الميتابولايتس دي ربنا خلاها كلها تعمل فازو دايلتيشن. أدي فكرة الميتابوليك ثيري ببساطة شديدة، إن لوكال ماسل ميتابوليزم is the primary controller of coronary flow. يعني الكورونري فلو اساسا بيعتمد على الميتابوليزم. اكتر حاجه منهم مهمه اللي هي الاكشن ديمانس. الاكشن ديمانس اهو is the major factor in local coronary blood flow، لدرجه ان بيقولوا ان الكورونري بلاد فلو directly proportional to metabolic consumption of oxygen. يعني كل ما الهارت يحتاج اكشن اكتر يجيله كورونري بلاد اكتر. اظن انت فاهم ليه، لان مفيش فينس اوكسجين ريزيرف، ان هو ديورنج ريست بيستهلك، اوعى تنسى الرقم، 70-80% من الاكشن. فاي احتياج للاكشن اكتر يقابله زياده في الكورونري بلاد فلو. يبقى نلخصها يا اولاد، يبقى في الريزيستنس، ما هو لو حصل دايلتيشن يبقى الريزيستنس قلت. اساسا مين اللي بيعمل فازو دايلتيشن؟ اهم حاجه الميتابولايتس. طب واهم حاجه في الميتابولايتس، افتح ودنك، الاكسجين. في لينير ريليشن شيب ما بين الكورونري بلاد فلو واحتياج الهارت للاكسجين. ليه؟ لانه ما ينفعش ياخد من اللي موجود، لان ما فيش موجود ديورنج ريست هو بياخد 70-80%. لازم نزود الكورونري بلاد فلو عشان نديله مور اكسجين. يبقى ذا كورونري بلاد فلو از دايركتلي بروبورشنال تو ذا ميتابوليك كونسامشن اوف اكسجين. يبقى اهم حاجه في الريزيستنس، اول حاجه قلنا الميتابولايتس، خاصه الاكشن. طب الميكانيزم ازاي بقى؟ تعال نشوف الميكانيزم. انه لما الهارت بيشتغل اكتر عاوز دم اكتر، لما بيشتغل اكتر بيستهلك اكشن، محتاج اكشن اكتر، فمستهلك اوكسجين بيقل البريشر اوف اوكسجين، بيحصل هايبوكسيا. طب انا في حاله الهايبوكسيا ما اقدرش اعمل ادينوجين ترايفوسفيت، لان الادينوجين ترايفوسفيت بتتكون في الميتوكوندريا بالاوكسيديتيف انزيمز. يبقى لو في هايبوكسيا الادينوجين ترايفوسفيت از ديجريدد تو ادينوجين. فبقى ربنا خلى اهم حاجه تعمل فازو دايلتيشن هي الادينوجين، كوروناري فازو دايلتيشن. يبقى هنا في ثلاث كلمات في الميتابوليك، في الفاسكولار ريزيستنس. يبقى اهم حاجه ايه؟ احفظ اول كلمه، ميتابولايتس. طب في الميتابولايتس اهم حاجه ايه؟ الاكسجين. طب ازاي الاكسجين بيشتغل؟ بالادينوزين. يلا نحفظها مع بعض، ميتابولايتس اهم حاجه فيها نقص الاكسجين بتشتغل بالادينوزين. طب طبعا الكمال الله وحده. هل في اذر كورونري فازو دايليتور ميتابوليك برودكتس؟ اه طبعا، ربنا خلى الاذر ميتابوليك برو، ما هو لو الهارت اشتغل اكتر هيطلع ميتابوليك برودكتس اكتر، خلاها كلها تقريبا تعمل فازو دايلتيشن. تاني واحد في الاهميه بعد الاكسجين هو الكربون دايكسايد. ده كان البوس في حاله السيريبرال سيركيليشن، كانت اهم حاجه بتظبط السيريبرال سيركيليشن مش الاكسجين، الكربون دايكسايد. وفاهم ليه؟ عشان الكربون دايكسايد بيعمل اسيدوز، الاسيدوز بتاثر على البرين. يعني سبحان الله، كل شيء يدل على انه وراء الخلق قوه عاقله مقدرة وقادرة. البرين يتأثر أكتر بالسي او 2، لأنه بيدوب في الماء يدي كربونيك أسيد يعمل أسيدوزيس تديبريس النيرونز. يبقى هو أهم حاجة تزود البلاد فلو عشان يغسل هذا الهيدروجين أين. الهارت عاوز يشتغل يعمل ميكانيكال ورك محتاج أوكسجين، يبقى أهم حاجة تأثر فيه هو الأوكسجين. إيه الروعة دي؟ إنما لا يمنع إن أذر كورونري فازو دايتور اللي هو الكربون دايكسايد، هيدروجين كونز أينز، بوتاسيوم أينز، لاكتيت، بروستاجلاندين، ادينين نيوكليوتيدز، اند نيتريك اوكسايد. انما بصوا، انا تملي بقول يا اولاد في كلام مهم وكلام شحاتين. يعني انت اهم حاجه تقول لي ان الكرونري بلاد فلو بيعتمد على ايه؟ الريزيستنس، الفاسكولار ريزيستنس، وبالتالي الكرونري دايليت او الكونستريكت يعتمد على ايه؟ ثلاث كلمات فاكرهم، ميتابولايتس عن طريق هايبوكسيا نقص الاكسجين، الميكانيزم عن طريق الادينوزين، لكن في اذر كورونري فازو دايليتورز. طيب
تاني حاجه تاثر في الفاسكولار ريزيستنس للنيرف سيجوليشن، ان الاوتونوميك نيرفز بعضها بيعمل كوروناري فازو كونستريكشن والبعض الاخر بيعمل كوروناري فازو دايلتيشن. وهنا بقى نستطرد ونستفيد في المعلومات بتاعه الاوتونوميك في الهارت ده لاهميته. ربنا خلى الاوتونوميك نيرفز افكت الكوروناري بلاد فلو ان تو ويز، دايركت بوث دايركتلي اند اندايركتلي. يعني دايركتلي عن طريق الكيميكال ترانسميتر اللي هو نور ادرينالين او نور ابينفرين في حاله سمباثيتك والاستايكلين في حاله الباراسمباثيتك. طب وان دايركتلي عن طريق ان الاوتونوميك نيرفز بتغير الكاردياك اكتيفيتي، فبتغير الكونسنتريشن ميتابولايتس. لو زادت الكاردياك اكتيفيتي الميتابولايتس هتزيد، قلت الكاردياك اكتيفيتي الميتابولايتس هتقل. واحنا قلنا الميتابولايتس اهم حاجه بتعمل دايليتيشن. يبقى كان الاوتونوميك نيرفز بتؤثر بطريقتين، دايركتلي بالكيميكال ترانسميترز وان دايركتلي عن طريق الميتابولايتس سكندري تو تشينج ان ذا اكتيفيتي اوف ذا هارت. افتح ودنك بقى بمليون جنيه في الام اس كيو. الاندايركت افكت اللي هو عن طريق تشينجينج ذا اكتيفيتي اوف ذا هارت وعليه الميتابولايتس مور امبورتنت، ده سؤال ام اس كيو، وبيعمل اوبوزيت افكتس تاني سؤال في الام اس كيو تو ذا دايركت افكت. وي ستارت نكسبلين. نمسك السمباثيتك نيرفس سيستم، مين الكيميكال ترانسميتر بتاع البوست جانجليونيك نيورونز سمباثيتك نيورونز؟ طالب قال لي انا حافظها، صم نور ادرينالين او نور ابينفرين ان نوت ادرينالين، ده حاجه بقولها فوق البيع عشان ما تغلطش. نور ابينفرين، طيب النور ابينفرين الدايركت افكت بتاعته لما يشتغل، النور ابينفرين ده بيشتغل على الفا وبيتا ريسبتور. طب على مين اكتر؟ ده سؤال مش كيف الاوتونوميك. الكيميكال ترانسميتر بتاع البوست جانجليونيك سمباثيتك هو النور ابينفرين، ده سؤال تاني ام اس كيو. اقوى على الالفا ريسبتور، لا هو بيشتغل اقوى على الالفا. طب واحنا عارفين الالفا اكسايتاتوري، يعني بتعمل كونتراكشن اكسايتيشن على كونتراكشن، يبقى كان مفروض السمباثيتك يعمل كوروناري فازو كونستريكشن لانه النور ابينفرين اقوى على الالفا اللي هي اكسايتاتوري، يبقى هتعمل كونتراكشن يبقى فازو كونستريكشن. لكن تعال بقى نبص الاندايركت افكت، ان النور ابينفرين فيا البيتا ريسبتور عن طريق البيتا ريسبتور، البيتا ريسبتور دي بقى اللي هي على الهارت، اللي هي قلنا البيبي بيتا ان هي بيبي بيتري اكسبت على الهارت، بتزود الهارت ريت وتزود الفورس اوف كاردياك كونتراكشن، وعليه لما الهارت يزيد الاكتيفيتي يزيد البرودكشن اوف فازو دايليتور ميتابولايتس فيعمل كوروناري فازو دايليتيشن. وانت فاكر في الاوتونوميك كنا قلناها لكم في عجاله وبدون ديتيلز، ان السمباثيتك بتاع محمد علي كلاي مفروض القلب يشتغل اكتر، مشتغل اكتر عاوز دم اكتر، بيعمل كوروناري فازو دايليتيشن. لكن النهارده انت عرفت التفصيلات، ان السمباثيتك بيشتغل بطريقتين، دايركت بالترانسميتر وان دايركت عن طريق انه بيغير الاكتيفيتي اوف ذا هارت وعليه الميتابولايتس، والان دايركت سؤالين ام اس كيو، opposite effect وهو ده المور امبورت، هو ده اللي بيحصل. سمباثيتك بالنور ابينفرين دايركتلي نور ابينفرين اقوى على الالفا اللي هي اكسيتاتوري يعمل كونستريكشن، وده ما بيحصلش. الاندايركت هو الاهم عن طريق البيتا ريسبتورز، يزود الاكتيفيتي في ذا هارت، يزود ميتابولايتس الفازوديليتورز يعمل فازوديليتيشن. حتى عندنا البروف يقول لك اثبت هذا الكلام، ان السمباثيتك دايركتلي كان هيعمل كونستريكشن. سهله قوي، ادي بيتا بلوكرز يعني الغي الاندايركت افكت. يبقى السمباثيتك دلوقتي بيطلع نور ابينفرين تقفل البيتا، يبقى هيشتغل على الالفا بس، هيحصل كوروناري فازو كونستريكشن. طب حاجه تاني مهم، ان الديكريزد ارتيريال بلاد بريشر اللي بتحصل في الهيموريج، الضغط قل، فعشان خاطر نزوده ما يحصل هيموريج ربنا خلى مين اللي بيزود الضغط؟ السمباثيتك النور ادرينرجيك ديسشارج بيزود نور ادرينرجيك ديسشارج. فالنور ادرينرجيك ديسشارج لما يزيد قلنا في النهايه هيزود الكوروناري بلاد فلو، ان الاندايركت افكت اهم، هيشغل هارت اكتر، يطلع ميتابولايتس يعمل فازوديليتيشن، تمام؟ فهيعمل هيزود الكوروناري بلاد فلو، بينما
سكندري لزيادة الميتابولايت زي ما قلنا at a time. بينما في بقية الجسم السيمباثيتك لما بيحصل لنا هيموريج وبيعمل في بقية الجسم فازو كونستيكشن للكوتينيوس والرينال والسبلانكينج فيسلز بتوع الأحشاء ار كونستيكتد. مين اللي ما بيبقاش كونستيكتد؟ اتنين بس، الهارت والبرين. شوف العظمة. يعني أما أنا أنزف الضغط هينهار كده، مفروض الفلو لكل الأورجانز تقل. لا، الأورجانز شو هما تقل، اللي هما زي الجلد وزي الكيدني. حتى الكيدني في ميزة تانية إن نقلل بلاد فلو ليها، قلناها في المحاضرة إنها نقلل اليورين إكسكريشن عشان نحتفظ بالمية ونقلل السبلانكينج. لكن مين اللي ما يصحش ينهار الضغط عنه ويقل الفلو بتاعه؟ الفيتال أورجانز اللي هما مين؟ الهارت والبرين. وده سؤال ام اس كيو. ان كيس اوف هيموريج لما بيحصل دروب في الارتيريال بلاد بريشر فيزيد السيمباثيتك او النور ادرينرجيك اكتيفيتي، بتقلل الفلو في كل الجسم كوتينيوس بلانكينج اند رينال لصالح التو فيتال اورجانز سيريبرال اند كورونري. سبحان الله، وراء الخلق خالق. نيجي بقى الباراسيمباثيتك، نفس الكلام. كنا بنقول لك الباراسيمباثيتك بتطلع استايل كولين، البوست جانجليونيك باراسيمباثيتك نيرونز بتطلع استايل كولين. فالدايركت افكت بتاع الاستايل كولين بيعمل كورونري فازو دايليتيشن، عكس اللي خدناه في الاوتوميك. لكن الان دايركت افكت الباراسيمباثيتك نيرف اوف ذا هارت اللي هو الفيجاس كان بيقلل الهارت ريت، وعليه هيقلل برودكشن اوف ميتابولايتس، وعليه يعمل كورونري فازو كونستريكشن. وده الغالب، ده اقوى من الدايركت افكت. يعني الترانسميترز ببساطه شديده بتعمل عكس اللي انت حافظه في الاوتونوميك. انت في الاوتونوميك عارف السيمباثيتك بيزود الكورونري بلاد فلو، محمد عايك ليه، والباراسيمباثيتك بيقلل الكورونري بلاد فلو فازو كونستريكشن. ده مش تاثير الدايركت، ده تاثير الاندايركت عن طريق الكاردياك اكتيفيتي. فلا تنسى، هلخصها تاني، واحد من اهم المواضيع ريجوليشن اوف كورونري بلاد فلو. قلنا الفلو في اي تيوب بيعتمد على عاملين، البريشر جريدينت فرق الضغط، وعلى الريزيستنس. فرق الضغط هتشرح فيها نقطتين، الضغط في الاورطه والضغط في الفنتيكلز، وتشوف الفروق ما بينهم. وتخلص باهم كلمه لو كتبتها، ان دي 90% من النمره، ان الفلو للهارت اساسا بيحصل في فتره الداستول، عشان كده ربنا مطولها. خاصه الكلام ده ينطبق على الليفت فنتكل. ادي الملخص. طب نيجي الريزيستنس. شرحنا في الريزيستنس اللي هي الكونستريكشن والدايليتيشن بتتاثر بعاملين، ميتابولايتس ونيرفس سيجوليشن. الميتابولايتس لخص لي اهم الكلمات. مين اهم ميتابولايت؟ الاكشن هايبوكسيا هي اهم كورونا فازو عن طريق الادينوزين. طب نيجي النيورونال ريجوليشن، اتكلمنا عليها في نقطتين، يا اما دايركت يا اندايركت. التاثير اللي انا عارفه في الاوتوميك هو تاثير مين الاهم؟ اندايركت عن طريق تشينجينج كارديك اكتيفيتي وميتابولايتس كونسنتريشن. تمام، عكس الدايركت هي المور امبورتنت واوبوزيت افكت تو ذا دايركت. يبقى بريشر جريدينت بين شيئين، الدم جاي من الاورطه للفنتكل، اورتيك بريشر وانتيكو بريشر. وفاسكولار ريزيستنس بنشرح حاجتين اللي هما الميتابولايتس والنيرفس ريجوليشن. للتفاصيل ممكن تعيد الفيديو مره اخرى. ننتقل للموضوع اللي بعد كده اللي هو ميجرمنت اوف كورونري بلاد فلو. عاوزين نقيس كورونري بلاد فلو. Measurement of coronary blood flow. تدي عندنا ثلاث طرق، أو الطريقة دي أكاديميك يعني ما بنستخدمهاش في الطب، اللي هو الكاتي ميثود فيكس برينسبل، وخدناها مع السيربر سيركريشن في المحاضرة الماضية، ويوزنج نفس المادة اللي هي الناتريك أوكسايد، ناتريك أوكسايد. وقلنا إن فيك قال إيه؟ قال إن الفلو عموما في اي اورجان، سيريبرال كوروناري بالمونري، بيعتمد على الاماونت تيكن باي ذا اورجان اللي هو اكس كيو اكس ديفايدد باي ذا ارتيريو فينوس ديفرنس.
خلاص فلو بيعتمد على الـ amount taken by the organ divided by the arterial venous difference. وديت المثال بطريقة بسيطة جدا وهقولها مرة أخرى. لنفرض إن أعداد بسيطة حتى مش حقيقية بس بسيطة. تركيز النيتروس أكسيد في الـ arterial blood كان 80 ميلي جرام لكل 100 سنتي. في الفينس بلاد خرج لقينا كل 100 سنتي ارتيريال دخلوا فيهم 80 طلع ال 100 سنتي فينس فيهم 60. واحد دخل بيتك معاه 80 جنيه خرج معاه 60 يبقى حضرتك خدت كام؟ 20 من كل 100 يبقى دخل فيه ده الارتيريال فينس ديفرنس. طب اذا قلت ان الهارت بياخد 60 ملي جرام هو بياخد 20 من كل 100 يبقى عشان ياخد 60 ملي جرام في الدقيقة لازم يدخلوا كام 100؟ 300. تاني الارتيريال بيدخل فيه 80 يطلع الفينس فيه 60 في كل 100 جرام في كل 100 سنتي اسف كل 100 سنتي ارتيريال بيدخلوا فيهم 80 ملي جرام يطلعوا فيهم 60 يبقى من كل 100 خدنا كام؟ خدنا 20. طب اذا قلت ان الهارت في الدقيقه بياخد 60 ملي جرام هو بياخد 20 من كل 100 يبقى لازم يدخل كام 100 عشان ياخد منهم 60؟ 20 من كل 100 يبقى عشان ياخد 60 لازم 300. زي ما قلت واحد دخل بيتك حتى في مزاح معاه 80 جنيه خرج معاه 60 جنيه يبقى حضرتك خدت من هذا الواحد 20 جنيه تمام. طب لو انت محتاج النهارده تصرف 60 لازم كام شخص يدخله؟ الواحد بتاخد منه 20 عشان انت محتاج 60 يدخل 3. اظن نفس الفكره التافهه. يبقى عملنا ايه؟ قسمنا الاماونت تيكن بير مينت اللي هي 60 على الارتيريو فينوس ديفرنس اللي هي 80 من 60 20. طيب انا حتى في المثال ده قصدت حاجه معانا. احنا الاول بناخد الفينوس سامبل منين؟ احنا قلنا مين اهم واحد اللي هو فيه 70% من الفينوس بلاد اللي هو الكوروناري فينوس بلاد. فالكاثيتر بناخدها الفينس بلاد بناخده من الكورونا فينس بلاد. طب طالب بيسال سؤال ذكي. طب احنا هنقيس التركيز في الارتيريال بلاد والتركيز في الفينس بلاد. عرفنا منين الاماونت تيكن باي ذا برين؟ هو ده سر اختيار النيتريك اوكسايد. اخترنا النيتريك اوكسايد ليه بقى؟ لانه النيتريك اوكسايد الكونتنت في الفينس بلاد از تيبيكال اوف ذا انتاير مايوكارديال effluent. ومعنى الكلمة ان بعد دقائق بيبقى amount taken by the heart هي بكل 100 جرام هي نفسها الاماونت اللي موجودة في كل 100 سنتي فينس بلاد. بيحصل equilibrium. فعشان كده انا حتى في المثال لو خدت بالك قلت الارتيريال فيه 80 والفينس فيه 60 والاماونت تيكن 60 زي الفينس. يعني اختيارنا للنيتريك اوكسايد لانه هو الماده اللي بيحصل توازن بين الكميه اللي بتتاخد بالكاردياك تيشو واللي موجوده في الفينس بلاد. ولا هنعرف ازاي الهارت خد قد ايه؟ لانه الافلوينت اللي هو يعني في تواصل ما بينهم الاثنين زي بعض بيوصل في الناحيتين زي بعض. ده السر. قلنا ان الكرون بلاد فلو during rest قلناها كل 100 جرام بياخدوا لو كنت فاكر 80 يبقى الهول هارت لو 300 جرام بحوالي 250 مللتر بير مينت وده يعادل 5% من الكارديك اوتبوت. سيبك من الطريقه دي حاجه اكاديميه لينا احنا بس اهم حاجه تحفظ لي ثلاث كلمات كيتي ميثود فيكس برنسبل باستخدام النيتريك اوكسايد ونفس الكلام في السريبرال وتبقى حافظ المعادله ما حدش هيجيبها لك يعني وحتى لو مسائل تبقى تافهه قوي. الفلو بيساوي الاماونت تيكن بير مينيت ديفايدد باي ذا ارتيريو فينس ديفرنس. بناخد الفينس بلاد هنا منين؟ قلنا من الكورونا ساينس. نيجي بقى الكلام اللطيف في الكلينيكال بقى. احنا عاوزين مش نعرف الكورونا بلاد عاوزين نشوف انهي حته في قلبك بتاخد دم وانهي حته ما بتاخدش عشان دي هيحصل لها انفاركشن. يبقى عاوزين نقيس الريجنال بلاد فلو ميجرمنت اوف ذا ريجنال بلاد فلو ان ذا هارت. ايه الايم بقى؟ ان احنا نقيس منطقه معينه البلاد فلو لمنطقه معينه. الاول to detect areas of ischemia and infarct الحتت اللي الدم ناقص فيها اسك يعني
قليل وايم يعني دم، الدم ناقص وبالتالي ماتت. انفاركت اللي هي death of a tissue، كلمة infarction في اللغة معناها death مش للperson of a tissue. خلاص يبقى اول حاجة عاوزين نشوف regional blood flow، نشوف مين بيروح له مين ما بيروحلوش. ما بيروحلوش يعني عنده اسكيميا وعليه يحصل له infarction او حصل له already infarction. نمرة اتنين to evaluate the ventricular function، ما انت بتشوف الهارت الحتة اللي شغالة والحتة اللي مش رايح لها دم بتبقى مش شغالة non functioning، فتعرف هل الفنتيكل كله شغال ولا في حتة شغالة وحتة لا. يبقى ده سؤال MSQ to detect الاسكيميا والإنفارك وديتكت اوعى تنسى الفنتيكل فانكشن، كل الفنتيكل شغال ولا في حتة مش شغالة اللي ملهاش بلاد سبلاي. نيجي التكنيكس بيسموها نيوكليار ميديسن، بنستخدم راديو نيوكليوتايدز راديو اكتف تريسرز، راديو نيوكليوتايدز راديو اكتف تريسرز واساميهم عامه الشعب حافظاهم. يقول لك انا رحت اعمل ثاليوم، ثاليوم ده الاكثر شيوعا وتكنيشم، ثاليوم وتكنيشم ما الناس حافظاها خاصه الثاليوم. بنيجي العيان بندي له ثاليوم 201، ده الثاليوم ده مستو لما بنحقنه، دي على فكره طريقه نون انفيسيف يعني بتاخد حقنه ما بندخلش خالص في القلب، ازاي استارت القلب ما تعمل الثاليوم ده، هنديك حقنه ونعمل لك اشعه بديتكتورز بديتكت الراديشن فيسموها نون انفيسيف ميثود. هنحقنك بالثاليوم، الثاليوم ده هيبقى بامبت في الكاردك باسل سيلز، سؤال ام اس كيو باي ذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، يعني ماشي مع عمليه صوديوم بوتاسيوم بامب لدرجه ان الثاليوم بيكوليبريت، مش هو بيدخل جوه الكاردك سيل، مين اللي جوه الكاردياك سيلز؟ فكر البوتاسيوم، فهو بيكوليبريت مع البوتاسيوم، بامب بالصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز جوه الخليه، جوه الخليه في مين؟ بوتاسيوم، فبيكوليبريت مع البوتاسيوم. الديستريبيوشن اوف ثاليوم بيتناسب مع المايوكاردال بلاد فلو، طبعا الحته اللي بيروح لها فلو بيروح لها ثاليوم، مش عاوز اشرح، اللي ما بيروحلهاش فلو مش هيروح لها ثاليوم. والكلام ده بيحصل بعد 15 دقيقه، بنعمل اشعه فنشوف مين الحتت اللي ما راح لها الثاليوم اللي هي ما بتديش راديشن، يسموها حتى كول سبوتس، لان عاوزك تتخيل شكل القلب كان القلب كله بيومد بيطلق اشعاعات، فشكله كانه مشتعل ملتهب ما عدا الحته اللي ملهاش بلاد ما بيطلعش منها ومضات، فتتشاف اس كول سبوتس يعني لس راديشن. ممكن نبين العمليه بطريقه احسن، ان نخلي العيان يعمل اكسرسايز. عارف بيحصل ايه في الاكسرسايز؟ الحته الفانكشننج في الهارت هتاخد مور بلاد وبالتالي مور ثاليوم، خصما من الحته التعبانه هتتعب زياده. لما العيان يعمل اكسرسايز، الاكسرسايزنج هتحتاج اكتر وهي سليمه فهتاخد ثاليوم اكتر، خصما من الحته التعبانه اللي هتتعب اكتر. فعشان كده بنعمل ابتيك افتر اكسرسايز، ومش بس افتر اكسرسايز، ومره ثانيه اجين سيفرال اورز ليتر to show the area where excretion يعني excretion يعني خد الكميه وبالتالي قلت البلاد فلو. ده الثاليوم، دي اشهر حاجه بتعمل. في تجربه تانية اسمها التكنيشن 99، ده ستانيوس بايروفوسفيت، ستانيوس يعني قصديري عشان حاجه متعلقه بالقصدير يعني، دي طبعا عناصر نادره، وزي ما قلت لك ده بيسموه النيوكليار ميديسن، اللي هو بنستخدم ايه المواد دي؟ تبقى عارف دي عباره عن راديو نيوكليوتايدز راديو اكتف تريسرز ديتكتب بالاشعاعات بتاعتها. الثاليوم ده السلكتفلي تيكن اب، افتح ودنك حاجه في منتهى الغرابه ومش عارفين سببها، انفارك تيشو. تصور اللي بياخدها مش النسيج الحي، النسيج الميت، الميت باي انون ميكانيزم. فعشان كده الحته الميته، الميته هي اللي خدت الماده المشعه، فهبان هي اللي هتدي ومضات، فتبان از اهم سؤال هنا ام اس كيو هوت سبوتس. يبقى في الثاليوم الحته اللي ما بتاخدش ثاليوم هبان اس كولد سبوتس، اللي هي فيها انفاركشن فيها اسكيميا، انما هنا بالعكس الحته اللي ما بتاخدش دم الحته الانفارك هي اللي بتاخد التكنيشن بميكانيزم ما نعرفوش تبان از هوت سبوتس. طب حضرتك احنا عرفنا ان عندك حته في القلب ما بتاخدش دم كفايه، بس احنا عاوزين نعرف انهي ارتري بالظبط هو اللي منغلق عشان نحط فيه دعامه، عشان نعمل له جرافت، عشان نعمل له بالونه،
فاحنا عاوزين نرسم خريطه الكوروناري ارتس. هنا بقى هنعمل حاجه اسمها كوروناري انجيوغرافي. انجيو علمتها لكم معناها فيسل، كلمه انجيو لما قلنا انجيو تنسن يعني الماده تنشن يعني بتعلي الضغط في الفيسل، انجيو يعني فيسل، جراف يعني صوره. يبقى ناخدها من الاخر الاول، جراف تصوير شرايين الكوروناري، كوروناري انجيوغرافي. دي بقى طريقه انفاسيف لان هندخل قسطره من الفيمورال ارتري او من البريكيال ارتري في الايد، يا يعني من الرجل من الفيمورال يا من بريكيال، ونحقن فيها راديو اوبيك كونتراست داي، يصور لنا بقى خريطه الشرايين التاجيه. تتصور الحته اهو هرسمها لكم في عجاله، ما كنتش ارسمها انما تعالى نرسمها في عجاله. الحته اللي هيدخل فيها الصبغه هبقى مليانه، الحته الاوبستراكتد مش هبقى هتبقى خلاص ما فيهاش الصبغه اهي. تعالى اوريها لك اهي، دي الرسم، هنا في انسداد فالصبغه هتدخل لحد الحته السليمه اهي وتتوقف في الحته دي، لان بنرسم خريطه الشرايين التاجيه. فبنبتدي الاول بطريقه نون انفيسيف يعني ما تزعلش العيان، يا عم احنا نديك حقنه يا ثاليوم يا تكنيشن. الانسجه السليمه بتاخد الثاليوم، الانسجه وما نعرفش ازاي ما نعرفش ازاي الانفار بتاخد التكنيشن. ففي حاله الثاليوم النسيج اللي مش سليم ما بياخدش ثاليوم، يبقى بان اس كولد سبوتس. في حاله التكنيشن النسيج الانفار بياخد التكنيشن فيبان از هوت سبوت. طب عرفنا في حته ما لهاش دم كفايه، لكن انهي شريان في انهي حته اللي هنشتغل عليها، يبقى لازم نعمل طريقه انفيسيف بقى. يبقى الطريقتين اللي قبل كده كانوا نون انفيسيف اهي، نون انفيسيف، انما دي طريقه انفيسيف اللي هي كوروناري انجيوغرافي. هنحقن راديو اوبيك كونتراست داي تدينا الديتيلد اناليسيز اوف بلاد فلو في الكوروناري ارت، نشوف فين الانسداد اللي هنحط نعمل له بالونه، نفتحه ببالونه او نحط فيه ستنت دعامه او نعمل له جرافت. تمام. هنا عاوز اقول لكم حاجه برضو يعني اعتبرها معلومه طريفه، عن مش طريفه قوي يعني، طريفه ومحزنه. الويدو ميكر، مين الويدو ميكر اساسا؟ اللي هو قلت اهم برانش من الليفت كوروناري اللي هو اسمه ليفت انتيرو ديسندنج، اللاد اهو اللاد ده اهم برانش. لو حصل له كومبليت اوبستراكشن هو او طبعا الليفت كوروناري نفسه، لو حصل 100% بلوكج للليفت مين ارتري اللي هو طالع منه اللاد اللي هو الليفت انتيرو ديسندنج، هتقفل الاساس هو الليفت انتيرو ديسندنج اللي هو اللاد. لو اتقفل هو او اتقفل المين برانش اللي هو الليفت كوروناري كومبليتلي، اتس اولموست اولويز فيتال الا اذا كان في امرجنسي كير. ويزاوت امرجنسي كير نشر عيان هيموت هيموت، فعش كده سموه صانع الارامل. وعلى فكره الارامل هنا مش معناه ارمله، يعني ممكن الراجل برضه يبقى ارمل مراته تموت. لان عاوز اقول لكم عملتها في 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 حلقاتي في سعادتك في صحتك، ان بعد سن المينوبوز الكورونا ديزيزس البنات ما يزعلوش، اكتر شويه في الستات بعد سن الياس. فبيسموه صانع الارامل، ويدو ميكر. مين هو بقى اوعى تنساه؟ لاد، لاد كله اللاده، كله اللاده اللي هو ليفت انتيرور ديسندنج. يعني معلومه نبقى عارفينها. نيجي بقى ناخد معلومات اكلينيكيه بحته اللي هي، او قبليها نقول الاول الكاردك ميتابوليزم. عاوزك في الكاردك ميتابوليزم ده ام اس كيو فقط، ما تهتمش بيه اكتر من كده. في ثلاث معلومات. ليه بيتقالوا؟ ان احنا قلنا في المحاضره الماضيه ان السيريبرال سيركوليشن بتعتمد اساسا على الجلوكوز، البرين اكتر من 90% من الطاقه بياخدها من الجلوكوز. انما هنا الكاردياك ميتابوليزم، اول نقطه اندر ريستنج كونديشن، ما تنساش القلب ده ماسل في النهايه، هو ماسل بتنقبض من المهدي اللي قاعد لك اللي هو ماسل، يبقى يعامل معامله الماسلز. يبقى ديورنج ريست يكونسيوم فاتي اسيدز زي اي سكيليتال ماسل. انا بحاول اربط المعلومات عشان ما نبقاش كل موضوع لوحده، بالعكس المعلومات تحفظ بعضها البعض مش تنسي بعضها البعض. ماسل الماسلز السكيليتال ماسل ديورنج ريست المين فيول بتاعه هو الفري فاتي اسيدز. فهنا الكاردياك ماسل ديورنج ريست بتاخد 70% من الطاقه بتاعتها من الفاتي اسيد مش من الكربوهيدرات، الكربوهيدرات 30%.
طيب اندر تاني نقطه، لو في انيروبيك اور اسكيميك كونديشن، مفيش دم او مفيش اوكسجين، ما هو مفيش دم يبقى مفيش اوكسجين، يعني اتنين حاجه واحده، انيروبيك هي اسكيميك، يبقى لازم هنا هيكسر الجلوكوز بمعزل عن الاوكسجين، سموها انيروبيك جلايكوليسيس. سوء الحظ الناتج هنا هيطلع لارج كوانتيتيز اوف لاكتيك اسيد، وهنستهلك انت عارف الجلايكوليسيس بيستهلك كميات كبيره جدا من الجلوكوز عشان يعمل اي تي بي، لان الايروبيك بيطلع يعني يستهلك 2 ويطلع 40 اي تي بي المولكيول الجلوكوز، فاكر قلناها مع السكيتال ماسل، بينما الانيروبيك يطلع 4 ويستهلك 2، يعني كان اللي كسبناهم 2 بس. فعش كده العيب الانيروبيك ده انه بيستهلك كميات كبيره من الجلوكوز، وتاني عيب انه الناتج مش هيبقى كربون دايكسيد وماي، هيبقى لاكتيك اسيد، اسيد الاسيد بيوجع بيحرق، هو ده احد اسباب الكاردياك بين اللي هو الانجينا بيكتورس. دي تاني معلومه. تالت معلومه، ان سيفير كورونري اسكيميا، يعني اسكيميا سيفير وبرونج لمده طويله، مفيش دم مفيش اكسجين، يبقى مش هنعرف نعمل اي تي بي، يبقى الاي تي بي از ديجريدد تو ادينوزين، هيكسر الاي تي بي الادينوزين، الاي تي بي عشان يتعمل محتاج اوكسجين، الاوكسجين بيجي مع الدم، يبقى سيفير برونج اسكيميا مفيش دم مفيش اكسجين، ما مش هكون اي تي بي، بالعكس الاي تي بي هستخدمه مش هيتكون، الاي تي بي هيبقى ديجريدد الى ادينوزين اللي هو قلنا كان اهم واحد كورونري فازودايليتور في محاوله لانقاذ الموقف، يجيب مور بلاد ومير اوكسجين، بس اوريدي الفيسل مقفول. معظم الادينوزين ديفيوزس فروم كاردياك ماسل للسيركوليشن، هذا الادينوزين اللي هو ناتج تكسير الاي تي بي الادينوزين هيهرب من الكاردياك ماسل للسيركوليشن within 30 minutes، نص الادينوزين هيبقى لوست. يا نهار ابيض، في نص ساعه لو اتقفل الفيسل بتاع الهارت نص ساعه مش عارف تعمل اي تي بي، بالعكس بيتكسر الادينوزين نصه هرب. الريبليسمنت ادينوزين باي كاردياك ماسل بطيء جدا، تصور فيري سلو، يعني حتى لو اتفتح الفيسل بتعمل 2% بير اور، يبقى فقدت نص الادينوزين في نص ساعه واعاده تكوينه لادينوزين ترايفوسفيت 2% بير اور. يبقى حضرتك من الارقام دي والاعداد دي مفروض الفيسل ما يتقفلش الا لاقل من، فاكر الرقم؟ طبعا واحد قال لي نص ساعه 30 مينتس، لازم نضيع الاسكيما دي، ان لو كملت 30 مينتس فقدت نص الادينوزين عشان اكونه تاني كل ساعه اكون 2%. فعشان كده بسرعه لما العيان يجي له اسكيميا واتاكس وبين لازم نريحه من هذا البين، لازم نوسع الفيسل نديله حاجه دايليتور، او اذا كان انفاركشن بقى نروح نحاول ندي ثرومبوليتيك حاجه تحطم الجلطه دي او وات ايفر. ادي قيمه الكاردك ميتابوليزم. يبقى ديورنج ريست هنلخصها 70% فاتي اسيدز، في الانيروبيك هنستخدم الجلايكوليسيس تحطيم الجلوكوز بدون اوكسجين، اولا هنستهلك كميه كبيره من الجلوكوز وهينتج لاكتيك اسيد يعمل لي بين. النقطه الثالثه، في السيفير كرونيك اسكيميا الاي تي بي هيتحول لادينوزين، نفقد نصه في نص ساعه، اعاده تكوينه 2% في الساعه، يبقى لازم نفتح الفيسل قبل نص ساعه. طيب نيجي بقى اسكيميك هارت ديزيز، دي حته اكلينيكيه وانا عارف ان انتوا بتحبوا المعلومات الاكلينيكيه جدا، وخد بالك دي مش حته اكلينيكيه. موست كومون، ذا موست كومون كوز اوف ديث ان بيبل ابوف 55 ييرز اولد، تلت حالات الوفاه بتبقى من اسكيميك هارت ديزيز. بس انا على فكره تملي قلتها في المحاضرات يا اولاد، في تامل خاص، واحد يقول لي تلت الناس لما يبتدوا يكبروا تلتهم، هو اكشن مش تلت ده، في البلاد المتقدمه 35%، عندنا اكتر شويه، يعني اكتر شويه من تلت، التلت 33.333، خليها تلت، واحد في كل ثلاثه، واحد في كل ثلاثه بيتوفاه الله من كورونا هارت ديزيز لما يبلغ عمر 65، ده في الدول المتقدمه، عندنا اكتر، ده اهم سبب للوفاه، عشان كده الموضوع ده مهم جدا. انما انا بقولها في تامل خاص، this shows the mercy of God، دي ارحم طريقه لانه غادر دنيانا هذه، لدرجه هقولها لك حاجه خاصه بالعبد الله، اي اولوز في دعائي كده بقول يا رب
هناك طرق عديدة للرحيل. يعني لو تكرمني اكرمني بالكورونري هارت ديزيز. ما كلنا الموت علينا حق، هيتوفانا الله، فليتس نترك هذه الدنيا بطريقة يعني لطيفة. فدي هي دعواي، يعني ان تلت الناس او اكتر بيغادروا الحياة كورونري هارت ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز. This showed the mercy, the mercy of God. حاجة مش مزعجة، حاجة مريحة، لان الكلام ده قلنا هيحدث اكتر في السن الكبير، ما تخافش، يعني قليل في الشباب. ممكن الوفاة تحدث صدن، يقول لك سكتة قلبية، حقش حتى تحصل انفاركش، وممكن تحصل over weeks or years. طب مين اهم سبب لانغلاق الكورونريز؟ قلناها بقى اثيروسكليروزيس ثم اثيروسكليروزيس ثم اثيروسكليروزيس ثم اسباب اخرى. دي المين كوز. اهم سبب هو تصلب الشرايين. طب عندي يوجد مرضان مهمين اللي هم الانجينا بيكتوريس، الذبحه الصدريه، بيكتوريس يعني الصدر عشان بيكتوراليس سن، الذبحه الصدريه والانفاركش جلطه القلب. في ذبحه صدريه وفي جلطه قلبيه عشان نبقى عارفين بعربياتنا، ذبحه صدريه وجلطه قلبيه. الذبحه الصدريه سببها هايبوكسيا اوف مايوكارديوم، ان الاثيروسكلروز ده ضيق الشريان، لسه احنا في حاله ضيق ما انغلقش، ضاق فابتدى الاكسجين بقى قليل، هايبوكسيا اوف مايوكارديوم. لو الانجينا بيكتوريس بتيجي، وده الاغلب للناس ديورينج اكسرسايز، لما يمشي لما يعمل مجهود والبين از ريليف دو باي ريست، لما يعمل مجهود يجي له الوجع في صدره ولما يقعد يرتاح، ده ستيبل انجينا، دي حاجه مش بطاله ستيبل. الكارثه لو انه البين حصل ديورينج ريست، حتى وهو قاعد بيجي له بين، ده نسميه انستيبل، انستيبل انجينا، وعليه يوجد نوعان من الانجينا، يا ستيبل يا انستيبل. ستيبل يعني تجي له بس مع المجهود، ولما يقعد يروح الوجع. انستيبل حتى وهو قاعد تبقى دي حاله اخطر، ولازم نلحقه بقى. لان احنا بنقول معلومه مهمه يا اولاد، ان ذوز ويز انجينا بيكتوريس، العيانين اللي عندهم انجينا بيكتوريس ار كانديديتس فور مايوكارديال انفاركشن، يعني كانديديتس يعني مرشحين لان يجي لهم انفاركشن. اوعى تنساه ذوز ويز انجينا بيكتوريس، ايه خطوره الذبحه الصدريه؟ ان اللي عنده ذبحه اذا ما تدخلناش هيجي له جلطه. كانديديتس فور مايوكارديال انفاركشن، والذبحه نوعان، ستيبل اللي هي بتجي له لما يعمل مجهود ولما يقعد يرتاح، وانستيبل اللي هي بتجي له ايفن دورينج ريست. طب هل في حاجات ثانيه بتجيب وجع الذبحه؟ اه، انجينا فيكتور سبين مي اولسو بي كوزد باي ايموشنز، الانفعال، اكسبوجر تو كولد، حتى اقولها الثالثه بطريقه مختلفه شويه، ايتينج تو ماتش، لو مليت معدتك فول اوف ستومك، لان انت عارف انا بحب احفظك، فيبقى كلهم بحرف الاي، اكسرسايز ادي اول اي، emotions تاني اي، وبعدين exposure to cold تالت اي، وبعدين eating too much اللي هو فول ستومك، دول يجيبوه. طب بيتميز البين بتاع الانجينا ما بقاش بس في الهارت ورا الاسترنم، انما بيبقى ريفيرد. ريفيرد فين بقى يا اولاد؟ البين از يوجوالي ريفيرد لل، كلنا حافظينها، للرايت شولدر والرايت ارم، خصوصا الحته اللي جوه دي الانسايد، وممكن في الباك وفي النك، سبيشال جو. تصور ساعات واحد عنده ذبحه بيبقى الوجع في الجو والسايد وذا فيس. ويمكن تسالني هو ليه الالم بيروح للدراع الشمال وبيروح للفيس، الجو والسايد وذا فيس والنك؟ اقول لك معلومه، في الامبريو، في الامبريو الارم والهارت بيبتدوا في النك، فالنك والهارت والارم متصلين ببعض، النك والارم والهارت لهم نفس النيرف سبلاي، عشان كده وجع الهارت، وجع الهارت بيسمع في النك والجو والسايد اوف ذا فيس، وبيسمع في الارم، لان هما مع بعض، الهارت والارم بيبقوا في النك. طب والالم ده يستمر تقريبا قد ايه؟ بيقعد في الاغلب فيو مينتس، ممكن اكتر، بس معظم الناس يقعد فيو مينتس. دي مش عايدة تاني المعلومات دي عن الانجينا بيكتوريس، حضرتك تبقى تسمع. طيب نيجي للاهم بقى، وهو المايوكارديال انفاركشن، جلطة القلب. مايوكارديال انفاركشن is caused by severe prolonged ischemia. severe اهي بالليزر،
برونجد اسكيميا، نقص شديد ولمده طويله، قلنا اكتر من 30 دقيقه في الدم. موستلي ديو سببه ايه بقى؟ احنا قلنا انه الامراض القلب اساسا سببها اثيروسكليروزس، اثيروسكليروتيك بليك، يعني لوائح التصلب الشرايين. حصل يا رابتشر يا انفجرت اللويحه دي، او حصل هيموريدج فيها. انما في الاصل هي زي ما قلنا اثيروسكليروزس، حصل لها رابتشر او هيموريدج، فان توب ده تريجر ذا فورميشن اوف اوكلودد كلوت، حصل جلطه سدت الفيسل. اوكلودد يعني اغلقت الفيسل، اوكلودد كلوت. في طبعا بعض الناس يقول لك هل في اسباب اخرى؟ ريرلي بقى، مش عاوز ده كلام شحاتين بقوله، انه يحصل كونستريكشن اوف بارشلي كونكلودد فيسل، يعني مش لازم اثيروسكليروزس، ده حالات نادره جدا انساها. يحصل قبض لوعاء كان اوريدي مسدود جزئيا. انما عشان ما لخبطكش وتبقى المعلومات زي ما بقولها دائما، كومونز ار كومون في الطب وريراريتيز ار رير. حتى الطبيب اللي يجي له عيان يفكر في اول حاجه في مرض نادر، ده يبقى مخه مش مظبوط. الاول الحاجات الاكثر شيوعا هي الشائعه، والاكثر ندره هي النادره. فابتدي بالشائع الشائع الشائع ثم النادر. بعلمك حاجه بره المحاضره، انما مش اول ما يجي لك عيان تشوف ساين تفكر في الامراض النادره. غالبا الاسكيميا دي سببها ايه؟ العيان زي ما قلنا عنده اثيروسكليروز، حصل حاجه منين؟ في الاثيروسكليروتيك بليك، في اللويحه دي، يا انفجرت يا اما حصل فيها هيموريدج، وده ادى الى اوكلودد كلوت. طب الدياجنوزيس شخصه ازاي؟ بشيئين لازم تبقى حافظهم صم، اثنين ما ينفعش تقول واحده. العيان لما بيجي له تشيست بين ويدخل الاي ار الامرجنسي روم، يعملوا حاجتين في الحال، اي سي جي تشينجز، وشرحنا ما هي الاي سي جي تشينجز اللي بتحدث في حاله الاسكيميا، حتى خدناها من الاخر الاول التي ويف ثم الاس تي ثم الكيو دي بالترتيب، يبقى ارجع لمحاضرات الاي سي جي. وبعدين لما يحصل الكاردياك ماسل سيلز ما يجيلهاش دم، يحصل لها انجري، الاسكيميا تؤدي الى انجري تفرقع ويطلع منها الكاردياك انزيمز في السيرم. فاحنا نفكر بذكاء، بندور على السيرم كاردياك انزيمز، نلاقي العيان عنده زياده في السيرم كاردياك انزيمز اللي هو التروبونين تي والتروبونين اي، دول مهمين جدا. لكن في واحده ثالثه للاوائل اللي هو الام بي ايزومير اوف كرياتين كاينيز. يبقى كيف نشخص الميوكاردال انفاركشن؟ بطريقتين، اي سي جي تشينجز، اي سي جي تشينجز، واللي مور كونكلوسيف الاهم هي ارتفاع السيرم كاردياك انزيمز. والاهم احفظهم هو التروبونين. التروبونين ده خدناه، مش كنا بناخد بايسون وتروبونين في حتى العضله العاديه؟ هنا ارتفاع التروبونين، تروبونين تي وتروبونين اي، خدناهم مع السكيت المصري، مش كلام جديد، هو اللي خدناه. المعلومات للطالب الشاطر تحفظ بعضها البعض، وللطالب الخيبان تلخبط بعضها البعض. اللي بيطلع هو اي مصل فيها مايسين وتروبونين، والتروبونين كنا قلنا ثلاث انواع، هنا عندنا التي ويل اي، سهل قوي. ده ازاي نشخص اي محاوله لتشخيص ميوكاردال انفاركشن بدون الاثنين دول؟ يبقى انت طبيب خارج الزمن. اي سي جي تشينجز، وقلنا هتاثر من الاخر الاول التي ثم الاس تي ثم الكيو بطريقه لطيفه لما ارجع لمحاضرات الاي سي جي، ثم سيرم كاردياك انزيمز، في تروبونين جوه الماسل لما بتتقطع السيلز بيطلع تروبونين تي واي، والماسلز فيها كرياتين. عارفين اي ماسل فيها كرياتين؟ بندور على كرياتين كاينيز ام بي ايزومير، بس ده الاقل اهميه. ايه اسباب الديث افتر اكيوت كورونري اوكلوجن؟ يعني الناس اللي بيجي لها انفاركشن بقولنا ده اهم سبب للوفاه. طب لما يحصل له مايوكارد انفاركشن بيموت من ايه؟ ما هو مات بسبب مايوكارد انفاركشن. طب قول لي التفصيلات. في ذا موست كومون فور كوزز اوف ديث، وتعلمها بقى مع العبد الله عشان نطلع دكاتره شاطره. وانا فاكر زميل هنا حتى بتاع انترنال ميديسن قال لي المعلومات بهذه التوثيق، وهو درسته انا، قال لي بالمعنى كنا بنتكلم فيها، قال لي انا اول مره اسمعها، تعال نسمعها مع بعض. ايه الاسباب الاربعه؟ هو عارفهم من اربعه بس التفصيلات مهمه. اول حاجه كارديوجينيك شوك، ان اللي كنتيجه الانفاركشن انهار الضغط بسبب القلب عمل شوك، فيسموها كارديوجينيك شوك او كوروناري شوك لان سببها كوروناري فيسلز.
الكاردياك اوتبوت قل فقل الضغط فيسموها لو كاردياك اوتبوت فيلير. ليها ثلاث اسباب ثلاث اسماء. ده اول سبب. ايه الميكانيزم بقى؟ خد بالك احنا قلنا مين المهم يا اولاد؟ الليفت فنتريكل. عشان يحصل انفاركشن فالقلب يضخ كميه دم قليله لو كاردياك اوتبوت فينهار الضغط، لازم يبقى الانفاركشن خد اكتر من 40% من الليفت فنتريكل. يبقى ده لا يحدث ما تخافش الا with more than 40% of left ventricle is infarcted. مات. طب ليه الكاردياك اوت بيقل؟ تعال بص معايا. انه الفنتكل في حتتين، حته شغاله وحته ميت. الحته دي ما بتنقبض، دي بيحصل لها بلش، دي بيحصل لها بلش، يعني الدم ما بيتخرجش في الاورطه. طاقه انقباض الحته السليمه بتضيع في البلج بتاع الحته الميته اللي ما بتشتغلش. اهي. يبقى بنقول كالآتي، يبقى most of the pumping force، معظم البامبينج فورس is dissipated. dissipated يعني بتذهب هباء by the bulging of the area of the non-functioning cardiac muscle. حتة بتنقبض والحتة التانية تتمدد فتاخد معظم الطاقة، ما فيش حاجة طلع برا القلب، فده بيقول لي نقص في الكارديك أوتبوت. الرقم مهم جدا هنا. اما يجي لك عيان عنده مايوكارديال انفاركشن وعنده الضغط قليل، عنده كارديوجينيك شوك، ما تقولش الحمد لله العيان وصل صاحي هنعمل اللازم وكل حاجه هتبقى تمام، لانك لو مش فاهم المعلومه دي اهل المريض هيتصوروا ان انت موتت. تقول لهم لا انا اسف، في حاله مايوكارديال انفاركشن مع كارديوجينيك شوك في بلاد العالم الاول الوفاه اكتر من 70%. تقول لهم انا اسف الحاله ما يقوش منها، عارف يقول لك ده دكتور فاهم. انما ما تقول لهم ادام العيان وصل صاحي باذن الله هنعمل كل لازم العيان هيبقى زي الفل، لا مش هيبقى زي الفل. العيان اللي عنده مايوكارديال انفاركشن ادى الى كارديوجينيك شوك وهذا يحدث في اكثر من 40% من الليفت فنتكل في بلاد العالم الاول 70% من الحالات هيتفاضل. انما ما تفهمش اهل المريض يتصوروا خطا ان انت موتته وتحصل مشاكل. خلاص. انا فاكر مره زميل برضه سبب المعلومات المغلوطه قال لهم هيحصل ومش هيحصل واداله حقنه، مات هو بسبب مات بسبب الكارديوجينيك شوك. اهل المريضه ضربوه بالقلم الحقيقه. هو قال لهم هيبقى دي حقنه زي الفل، بقت زي الفل. طبيب خد قلم. اقول لك حاجه، بس قلم مستحق لانه ما عندوش معلومات. ده قيمه المحاضرات اللي بنقولها يا اولاد. طلع اطباء فاهمين طب. كارديو انفاركشن مع كارديوجينيك شوك هذا يحدث مع اكثر من 40% في الليفت فنتريكل انفاركت ونسبه الوفاه اكثر من 70% في بلاد العالم الاول. ثاني طريقه الموت يبقى دامبينج اوف بلاد ان ذا فينس سيستم. دامبينج يعني انحباس الدم في الفينس سيستم. دي بتحصل بعد فيو دايز من الانفاركشن بسبب نقص كارديك اوتبوت، يعني مش كارديوجينيك، كارديك اوتبوت ابتدى يقل شويه شويه وعليه لما قل الكارديك اوتبوت الدم اللي رايح للكليه قل رينال بلاد فلو، يبقى الكليه ما تتخلصش من الميه بتاعه الجسم، اليورينري اكسكريشن قل فالبلاد فوليوم يزيد، الميه بتتجمع في الجسم، انحباس حبس في الفينس سيستم. ليه بيقولوا في الفينس سيستم؟ لان احنا عارفين ان ثلثين الدم 60% من الدم اساسا في الفينس. فاوفر فيو دايز القلب ضعيف بيضعف الكارديك اوتبوت بيقل، الدم اللي رايح للبلمونري بيقل، احتبست الميه زاد البلاد فوليوم لدرجه الان حصل له اكيوت بالمونري ايديما، الميه دخلت جوه الالفيولاي اللي هو قلنا ذا بيشنت دراونز ان هيز اون بادي ووتر. ادي تعريف الاكيوت بالمونري الديث اوكيرز افتر فيو اورز، يعني الحاله هتحصل بعد فيو دايز، لكن وانس العان دخل في اكيوت بالمونري ايديما تبقى فاهم ان الوفاه متوقعه في غضون ساعات. ثالث طريقه فنتريكولار فايبريليشن. فنتريكولار فايبريليشن مور ويز لارج انفاركشنز، يعني مش ما بتحصلش مع السمول انفاركشنز، مع بيبقى حته الانفاركشن كبيره. توس سبيشالي دينجرس بيريودز، في وقتين خطرين. عاوزك تسمع الكلام ده كويس قوي قوي قوي، في موضوع من اهم الموضوعات لانه السبب الاول للوفاه. طول حالات الوفاه بتسبب الكلام اللي بنحكي فيه ده دلوقتي. One third وده show the mercy of God. لما العيان يحصل له انفاركشن لحته كبيره هيحصل فنتيكو فابريشن، طبعا يعني كان الفنتكل رعشت البطين، الفنتكل ما بينقبضش بيرتعش، يبقى العيان مات.
دي بتحصل في الفيرست 10 minutes. Then after a short period of safety, يعني لمدة ساعة بعد العشر دقايق ما بتحصلش. وتبتدي ممكن تحصل تاني second phase بعد one hour لمدة few hours. ايه قيمة الكلام ده؟ تعال اعلمك. ان عن جاله مايكارد انفاكشن وفي اول عشر دقايق ما حصلوش فنتيكو فابريشن موقفش قلبه وما ماتش. يبقى حضرتك عندك ساعة تاخد هذا العيان وتنقله للمستشفى. لان لو حصلت له الفنتيكو فابريشن هو في المستشفى ممكن يرجعه القلب تاني. يعملوا صدمات للقلب يشغلوه تاني. لكن لو حضرتك حصلت في البيت مش هيشتغل يبقى العيان مات. فربنا مديك سيفتي بيريود. اذا ما ماتش في اول عشر دقايق من حدوث الجلطة هتحصل الفنتيكو فابريشن بعد ساعة ولمدة فيو اورز. لو ما حصلتش بعد كده في المرحلة الثانية غالبا اي عام بيجيله جلطة ما حصلتلوش في الاول الحمد لله ما حصلتلوش بعد فيو اورز غالبا ما بتحصلش بعد دايز. بتحصل هما في مرحلتين اول عشر دقايق وفيو اورز بعد ساعة. فانت عندك ساعة بقى سيفتي بيريد تنقله فيها المستشفى. لدرجة هنا حتى عشان بيخافوا من دي او تصور في مناطق ما هياش خالص مستشفيات. مناطق التجمعات عاملين فيها اجهزة بتعمل الصدمات القلبية وتشغل قلبه. هي على فكرة بتقول لك اما يظهر دوس بس الزهر فرعان يشتغل قلبه. من كتر ما هم فاهمين ده سبب للوفاة ممكن تفاديه الفنتيكو فابريشن. فالمعلومات ذات قيمة. يعني مش اي قراية. اللي يجيله مايكارد انفاكشن امتى؟ اول 10 دقايق ممكن يحصل له فنتيكو فابريشن. وعندك ساعة قبل ما يبتدي يحصل تاني فنتيكو فابريشن بعد ساعة ولا مدة في اورز. فانت في الساعة دي حاول تنقله للمستشفى وربنا يعينك في المرور. تمام؟ يعني عشان كده التهذب يقتدي ان احنا نوسع العربيات الاسعاف الامبولانس. هنا على فكرة العربيات بتوسع على الجهتين، يعني الجهة اللي جاية منها عربية الاسعاف والجهة المناوئة الناحية التانية المناوئة. ليه؟ عشان ممكن عربية الاسعاف تمشي عكس الاتجاه. لأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طيب لكن غالبا لو ما حصلتش في 10 دقايق وقفت 1 اور والمدة فيو اورز ليس لايكلي انها تحصل بعد ايام. ما غالبا ما تحصلش بعد ايام. طب هل في سبب تاني في الطب يدي فنتريكو فابليشن؟ في لو العيان عنده كرونيك كورونري انسفيشنسي. يعني مش انفاركشن، كرونيك انسفيشنسي، حاجه زي ذبحه لمده طويله كده. كرونيك كورونري انسفيشن. طب رابع واخر سبب الوفاه رابشر اوف ذا انفاركت اريا. الحته اللي ماتت دي ممكن يحصل لها رابشر. وده بيحدث بعد فيو دايز. خلاص بيحدث after few days ان الحتة اللي ماتت تتقطع. يخرج منها الدم. يخرج فين بقى؟ البريكارديوم. ما تقطعش ما تلخبطش. يبقى الدم هيتجمع في كيس البريكارديوم حول القلب. عضلة القلب انفجر القلب نفسه بس ما زال حوالي الغشاء اللي هو بتاع البريكارديوم الغشاء التموري. فيتجمع فيه الدم يعمل حالة اسمها كاردياك تامبونيت. كلمة تامبونيد يعني دك أو دحس. يعني عارف زي ما تقول تدك بالونة أو تدحسها كده. فالكاردك البريكاردم هيتملي دم. لما يتملي دم هيضغط على مداخل السوبيرو الانفيرو فينا كافا في الرايت اتريوم. يعني هتضغط بقى. ما هو الدم جوه البريكاردم عمال يزيد والضغط يزيد. قفل مين أكتر حاجة تتقفل؟ لأن الضغط فيها قليل الفينز. الفينز الضغط فيها أقل من أرفع. يتقفل الفينز اللي رايحة للرايت اتريوم. نو فينس ريتير نو كاردياك اوتبوت. العيان يتوفاه الله. دي الاربع اسباب قلتها لك للوفاه في اشهر سبب الوفاه في عالمنا هذا هو الكورونري هارت ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز. طيب هنا عاوز اقول لك when the area of ischemia is large يعني ناتج الحكايه دي ايه؟ تعال نتفرج مع بعض. لو الحته الاسكيميك لارج في الاخر بتنقسم الى ثلاث اجزاء او الحته اللي في النص بتموت بتبقى ديد وبتتحول لفايبرس تيشو. الحته اللي حواليها ما بتموتش بس تبقى نون فانكشن. يعني ايه نون فانكشن؟ يعني نو كونتراكشن ونو كوندكشن اوف امبلس. افتكر حاجتين بحرف السي، كونتراكشن ما فيش وكوندكشن اوف امبلس ما فيش. الحته اللي بره خالص بتنقبض بضعف بتبقى ويك. ادي مصير الانفاركشن. الحته اللي في النص تبقى ديد تيشو
طب اللي ما ماتش الحته اللي بعدها على طول السيركل اللي حواليها هتبقى نون فانكشن نو كونتراكشن نو كوندكشن والحته اللي بره ويك. انا عاوز بس اقول لك حاجه تاني، الكيرف ده مهم يا اولاد بتاع الكورونري بلاد فلو. زي ما انت ملاحظ في الكيرف انه في السيستول بيبقى مينيمال فلو اهو، وفي الدايستول بيبقى ماكسيمم فلو. انا عاوز اقول سؤال ام اس كيو كنا قلناه مع الكاردك سايكل واحب اعيده تاني. ان من روائع الخلق والخالق ان اعلى كورونا بلاد فلو بيحصل فين؟ مش بس في الدايستول، اسمع دي، ايرلي ان دايستول في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. يعني ده سؤال ام اس كيو، ده سؤال في الدايستول، سؤال ايرلي ان دايستول، سؤال ايزومتريك كونتراكشن ريلاكسيشن فيز، سؤال ثالث ايزومتريك ريلاكسيشن اسف فيز. يبقى في الدايستول ايرلي دايستول ايه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. وانا برضو عندي تامل، لا تؤجل عمل اليوم الغد، يعني اول ما يبتدي الدايستول الميديتلي يدخل الدم في الكورونري، لانه ممكن لو حصل تاكيكارديا للاسكاء فقط قلنا الدايستول هيقصر، يبقى نفرض انه اسر اسر اسر، هنفقد الليت بارت اوف دايستول، عمرنا ما هنفقد الايرلي بارت. عشان كده ربنا خلى المالي مش في الدايستول، ايرلي ان دايستول، لان وراء الخلق قوه عاقله قادره ومقدره. ده ثلاث اسئله ام اس كيو. يبقى معظم الفلو قلناها قبل كده في الدايستول، ايرلي ان دايستول، في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. السؤال ده مكمل، طب واقل فلو فين؟ في السيستول. فين؟ ايرلي ان سيستول في الايزومتريك كونتراكشن فيز. حتى التجانس يخليك تحفظها مع حيات، اعلى فلو في الايزومتريك ريلاكسيشن واقل فلو في الايزومتريك كونتراكشن، اعلى فلو في الايزومتريك ريلاكسيشن واقل فلو في الايزومتريك كونتراكشن. طب نيجي التريتمنت بقى وننهي بيه، عاوزين نعالج الحاله. ازاي هنعالج الانجينا بيكتورس؟ تريتمنت هنقسمها الى انجينا بيكتورس ومايكارد انفاكشن. انجينا بيكتورس العيان لما يجي له البين بيحط فازوديليتور دراجز دورينج ذا انجينا اتاك تو ريليف بين، اللي هو زي النيتروجليسرين. في طبعا بيحطه تحت لسان او في بخاخات بتعمل فازوديليتيشن للكروناري انستانتينيس في الحال، يعني توسع الكروناري. لسوء الحظ ده بيتوسع كمان السريبرال، فبعض العيانين هيلاحظ انه بيجي له هيديك، ما تقلقش يعني ده السايد افكت بتاع الدراج. طيب يبقى ده فازوديليتور. ممكن بقى طيب مفيش اتاك بس بندي له اذر فازوديليتور برضه عشان نزود البلاد سبلاي بتاع القلب. مين اذر فازوديليتور؟ زي الاس انهيبيتور، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتورز، او انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. الادويه دي بتوسع الشرايين وبتستخدم كمان في علاج الضغط على فكره. سبيشالي قلنا، بس ده خارج موضوع نعتبره هوامش، في الناس اللي عندها ضغط وسكر لانها بتحمي الكليه. يعني الادويه دي اوعوا تنسوها، اي واحد عنده قريب عنده ضغط ومعاه سكر احسن دواء ضغط ياخده الاس انهيبيتور والانجيوتنسين ريسبتور بلوكر. الاس انهيبيتور ساعات في نسبه من العيانين بيخليهم يكحوا لانه بيشتغل على اللنجز فبيعمل لهم اريتيشن. الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر لا، ممكن يديله كالسيوم شانل بلوكر كدايليتور. ما هو الفيسل عشان يكون تراكت يكون ستريكت عاوز كالسيوم، فلما تقفل الكالسيوم شانل بلوكر هيدايليت. ده تستخدمه امتى؟ لو العيان عنده كرونيك ستيبل انجينا، كرونيك بس ستيبل. لكن لو كان انستيبل بيجي له الوجع ديورنج ريست، ده خلاص على حافه الانفاكشن، لازم تعالجه تجري بيه على المستشفى الانستيبل، لان احنا قلنا الانجينا نوعان ستيبل وانستيبل. نيجي بيتا بلوكرز اللي هي بتقلل الكارديك وورك، عشان خاطر ما احنا قلنا زياده الكارديك وورك بسبب الاكسرسايز بسبب الايموشنز بتجيب الالم، فدي بتقلل الاحتمال ده. يبقى ده علاج الانجينا بيكتورس. في الحال فازوديليتور دراجز اللي هي النيتروجليسرين يا تحت اللسان يا اما بخاخه، اذر فازوديليتور في الكرونيك ستيبل انجينا، وبيتا بلوكرز عشان خاطر تقلل. دي بقى المايكارد انفكشن نعمل ايه؟ تريتمنت شود ستارت برومبتلي او ايميديتلي، في الحال مفيش بلا ابطاء، بلا ابطاء اهي ايميديتلي برومبتلي. بندي العيان الاول ثرومبوليتيك ايجنت، اذا كانت الجلطه ما مضاش عليها اكتر من 6 ساعات بقالها لسه حاصله ممكن نسيحها. ثرومبوليتيك ايجنتس وقدناهم مع البلد زي التي بي اي تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور او الستريبتوكينيز، ادي امثله.
طب عشان ما يحصلش جلطات جديده بنديله انتي ثرومبوتيك ايجنت اللي هي الانتي كواجولانتس يعني اللي هو اشهرهم حتى واضعفهم الاسبرين. خلاص اسبرين الاطفال. يبقى بندي الاثنين حاجه مزيل للجلطه ومانع للتجلط. مزيل للجلطه الحادثه ده اذا كان بقاله فيو اورز وحاجه تمنع الجلطه. الديس ادفانتج بتاعت الحكايه دي ايه؟ انك انت لو احتجت تعمل عن عمليه انت مانع التجلط فالمورتاليتي هتزيد بسبب البليدنج اذا لقيت ان لازم نعمل له كاردياك سيرجي. طيب نيجي بقى ميكانيكال اور سيرجيكال ابروتشز. دي الحقيقه احنا قلنا اهم سبب الوفاه هو الكروناري هارت ديزيز. قلت في فقره المعلومات العامه في اليو اس اخر 100 سنه بسبب التقدم الطبي في اخر 100 سنه تضاعف عمر الانسان. تصور من احد الاسباب هي الكلام اللي هناخده دلوقتي. ميكانيكال اور سيرجيكال ابروتش. الطريقه الاسهل ان احنا او الاهم اسف نبتدي الاول الاصعب اللي هي اورتيك كروناري باي باس اور كروناري ارتري باي باس جرافت. حتى لو خدت الحروف الاساسيه تلاقيها اسمها كابج اوبريشن كروناري سي ارتري اي باي باس جرافت. ممكن نستخدم في العمليه دي 1 تو 5 يعني يا اما ناخد واحده جرافت او لحد خمسه بناخدهم من السبكوتينيوس فينز سواء بتوع الليج زي السافينس او من الارم. تعال افرجك على العمليه اهي الكابج اوبريشن. فبناخد جرافت. الجرافت ده بناخده بيبقى فين اللي هو باللون الاسود وطبعا بنقلبه عشان الفالفز تبقى لبره عشان ما تعوقش الفلو. بنوصل وان اند عند الروت اوف ذا اورتا والسكند اند بنحطها ديستال تو ذا بلوكج بعد الحته المقفوله البلوكج. يبقى ده ازاي بنحط الجرافت. خلاص يبقى فكره الناس اللي فاكره ان احنا بنقطع حته من الكوروناري ونركب حته ده كلام بلامرز سباكين. عيب دكتور يقول العبط ده. ما نقطعش حاجه خالص في الكورونايز. احنا الجرافت بنوصله اهو تعلمها اللي هو الكابج اوبريشن. وان اند عند الروت اوف ذا اورتا هتجيب الدم والسكند اند ديستال تو ذا بلوكج اريا. فالدم يمشي من هنا كده عادي يكمل بقى عادي زي الفل. الانسداد ملوش قيمه. تقدر تستخدم واحده لخمسه. معلومات الطريفه اللي بقولها لو كان حد بيسمعني عنده قريب عامل العمليه دي. العمليه دي برغم انها هي الاصعب طبعا انما it may provide the patient with افتح ودنك normal survival expectation يعني يرجع متوسط عمره عادي خالص زي الفل. الاصعب ولكنها هي الاهم. نيجي بقى كورونري انجيوبلاستي يعني تصليح الفيسل. بلاستيك زي بلاستيك اوبريشن وانجيو يعني فيسل. نصلح الكورونري فيسل دي اسهل. عاوز اقول لك ان ثانك جاد العمليه الاصعب واللي هي بتزود متوسط العمر دي ابتدت في الستينات الستينيات من القرن الماضي في 1960. الكروناري انجيوبلاستي دي ابتدت في الثمانينات 1980. يبقى دي في الستينات العمليه الاصعب وهي الاهم. الحمد لله بدانا بيها. وبعدين في الثمانينات عملوا بقى الكروناري انجيوبلاستي اللي هو بيشمل ايه؟ نجيب بالون دخلها بكاردياك كاسيتر هنا قسطره بقى ما فيش فتح ما بنفتحش الاستيرما. وخد بالك هم يسموه عمليات قلب مفتوح الاولانيه ما بنفتحش قلب خالص. اديك شفت العمليه مفيش فتح القلب فالان بس بنخضه بلا يقول لك عمليه قلب مفتوح. احنا فاتحين على القلب مش فاتحين القلب. في ديفرنس في اللغه يعني ناشرين الاسترنم وفاتحين على القلب مش فاتحين عضله القلب. احب الناس تسمعني كويس. هنا نحط بالونه قسطره نحطها قلنا من الفيمورال في الرجل يا يعني من البريك الارتي في الدراع ممكن دي وممكن دي وندخل بالونه لحد الحته المقفوله وننفخها. دي بتوسع 3 لـ4 مرات الشريان وممكن عشان ما ينغلقش تاني ممكن اند اور نحط معاها ستنت. ستنت يعني دعامه وفي نوع من الدعامات بتبقى دراج ايلوتنج ستنت يعني بتطلع دواء تمنع تكوين السكار تيشو. هو عيب الستنت. الستنت دي بتبقى ايه على فكره؟ بتبقى ستينلس بتبقى ستيل يعني
في شكل مش مش يعني مش آسف مش يعني شبكة مش من الستينلس ستيل يعني ستينلس ستيل مش حاجة بس رائعة جدا. بس هي بقى بتنديوس بتعمل خلي يكون فايبر تيشو يقفلها تاني. فممكن لو الستنت دي بتطلع دراج يمنع تكوين السكار او الفايبرس تيشو which prevents excessive growth of scar tissue. طب ليه العملية احسن من الانجيوبلاستي؟ لانه بيحصل ريستينوزيس يعني بيرجع تقفل تاني في 25 ل 40% من البيشنتس اللي بيتعالجوا بالانجيوبلاستي. طيب برضو عشان يعني احنا مدققين، هل في نيوار بروسيدورز، في حاجة جديدة دلوقتي؟ تعال نعلمكم كلام حلو عشان تبقوا دكاترة هايلين. النهاردة بيستخدموا ليزر بيم بيطلق من التيب اوف كاردياك ارتري كاثتر، يعني الكاردياك الكوروناري ارتري كاثتر دخلوا قسطرة من التيب بتاعها بنطلع ليزر بيم شعاع ليزر بيديزولف بيسيح الاثيروسكلروتيك ليجن من غير ما يعمل دامج لبقيه الارتيريال وول without damaging the remainder of the arterial wall. دي حاجه جديده خالص دلوقتي اللي هو ليزر بيم في التيب اوف ذا كاسيتر يسيح الاثيروسكلروتيك بليك اللي هي هتعمل انفاركشن ومن غير ما ياثر على بقيه الارتي. وطبعا اخر حاجه بقولها ان العيان اللي جاله انفاركشن مش انجاين ابسولوت بودي ريست during the recovery process، يعني اللي جاله infarction لازم يعمل absolute rest على الاقل 6 اسابيع. والا عاوز بقى اختم بدي وكل الناس تسمعني كويس، هيحصل واحد يقول لي ما ارتحتش وماشي زي الفل وبتاع، غلط اللي بتعمله. هيحصل لك حاجه اسمها coronary steel syndrome. steel يعني سرقه. ليه؟ اللي مش هيرتاح، احنا عاوزين نريح القلب على قدر المستطاع، لان لو ما ارتاحش القلب الحته اللي ما فيهاش انفاركشن مشتغل اكتر، فهتاخد دم اكتر، هتسرق دم من الحته الانفاركت، فبدل ما الليجن يرسى على حاجه خفيفه هيرسى على مساحه اكبر. عشان كده سموها كوروناري ستيل سيندروم. فمن فضلكم عشان خاطري، الناس اللي عندهم قرايب او مرضى عندهم انفاركشن تدققوا في النقطه الاخيره دي، واديك عرفتها. في حاجة في الطب اسمها كرونري ستيل سندروم، ان لو العيان ما ارتاحش راحة تامة اي حتة تبقى مور اكتف هتسحب دم خصما من المنطقة اللي هي اوريدي بتتطور جوعا للبلاد، فبدل ما الانفاركشن يأثر في حتة صغيرة هيأثر في حتة اكبر. كرونري ستيل سندروم. طبعا بنعرف كفاءة القلب بعد ما حصل انفاركشن بايه، اهم حاجة الإيجكشن فراكشن. الإيجكشن فراكشن بتاع العيان لازم يبقى في حدود، افتكروا رقم 55 خمستين اهو، هو طبعا بيقول 55-60% خلاص، ده الإيجكشن فراكشن. طبعا لما الحته الانفاركت كبيره بيبقى الإيجكشن فراكشن اقل، معناه القلب بيشتغل اقل. بس انا عاوز اقول لكم حاجه، الإيجكشن فراكشن برضو بيتحسن، لان الحته اللي فاضله سليمه بيحصل لها زي اللي بيلعب رياضه بتقوى، فالايجكشن فراكشن ممكن يتحسن حتى لو كان واطي. الحاجه الثانيه، حتى في حالات اللارج انفاركشن انا بحب ادي امل للناس، لو الكاردياك ريزيرف احتياطي القلب مفروض من 300 الى 400% يعني القلب يمكنه اداء مجهود اكتر من الديورنج ريست 3-4 مرات، لو هذا الريزيرف نزل ل 100% بس، يعني نزل من 300-400% الى 100% ستيل، ده كافي العيانين الانفاركشن اللي حصل لهم لارج انفاركشن انه يمارس النورمال ديلي اكتيفيتيز، مش هنعمل حاجات غريبه. ولا تنسى، ونتمنى الصحه للجميع، انك العيان بتاعك اللي عنده انفاركشن او قريبك اللي عنده انفاركشن لازم راح مش ريست، ابسولوت بيد ريست، كلما ارتاح اكثر في الاسابيع الاولى ده افيد، لانه اي مجهود هيعمله الحته دي هتاخد دم اكثر خصما من الحته اللي اوريدي اسكيميك الدم بتاعها لا الانفاكشن، والانفاكشن هينتهي بقطعه اكبر، هتخسر حته اكبر في القلب. عشان كده سموها كورونري ستيل سندروم. اشكركم على حسن انصاتكم، ونلتقي باذن الله في محاضره قادمه، وحتى ذلك الحين اسال الله لجميعكم التوفيق. شكرا.